مساء الخير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. جمهور النادي الأهلي العظيم، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير. خلاص المباراة، مباراة الأهلي والوداد على الأبواب، ساعات قليلة بتفصلنا عن هذه المباراة المهمة. إن شاء الله نحقق فوز مهم جدا ونصعد للمباراة النهائية ونسعد جماهير النادي الأهلي الرائعة والعظيمة اللي تستحق منا الكتير. في البداية وقبل ما نبدأ أي حاجة، برحب بزميلي العزيز كابتن هاني رمزي. أهلا بيك يا كابتن هاني. أهلا بيك طبعا، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة البيت الكبير زي ما متعودين هنكون معاكم على مدار 3 ساعات إن شاء الله. البداية طبعا هنشوف أخبارنا، وخاصة أخبار المارد الأحمر واستعداداته طبعا لمباراة يوم الجمعة. الفقرة الحوارية الأولى هتكون مع الدكتور طارق الأدور، ملك الأرقام والإحصائيات. هنتكلم معاه على كل ما يخص مباراة النادي الأهلي والوداد من الناحية الفنية، وكمان من ناحية الإعلام والصحافة المغربية. الفقرة الثانية هيكون ضيفنا طبعا النجم المحترم، يعني حارس المرمى الكبير وحارس مرمى النادي الأهلي السابق أمير عبد الحميد. كمان هنتكلم مع أمير عن مباراة الوداد، الظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي أكيد مرت عليه كل خبراته إن شاء الله. برضه هنتكلم معاه على مباراة الأهلي والوداد، توقعاته للمباراة اللي جاية وكمان للمباراة النهائية. في نهاية البرنامج إن شاء الله عندنا فقرة حوارية مهمة جدا ومميزة مع طبعا الزميل العزيز المتحدث الرسمي للنادي الأهلي شريف فؤاد، وهيكون معاه ضيف من العيار الثقيل الكابتن عادل عبد الرحمن. طيب احنا بس بنفكر الناس والجمهور ان احنا النهارده يعني خلاص باذن الله الفقره دي ثابته، هتكون معانا كل يوم 4 من 12 لواحدة. شريف فؤاد هيشرفنا ان شاء الله، وهيكون عنده حوار متميز جدا عن طبعا اللي بيقوم بيه مجلس الاداره الحالي. طبعا عنده حوار مهم جدا مع كابتن عادل عبد الرحمن، فنرجو ان انتم تتابعوه معانا باذن الله كل يوم 4 النهارده. قبل برضو ما نبدأ في أخبار النادي الأهلي، كان في الحقيقة لقطة مهمة جدا، عارفين انتوا كده زي لقطة اليوم النهاردة لازم نقف عندها، وهي لما شفنا كلنا مؤمن زكريا في الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي زي ما انتوا شايفين أهو، مؤمن في صالة الجيم بيقوم بتدريبات خاصة بتأهله إن شاء الله وبتمكنه بإذن الله إن يقف يعني على رجله مرة تانية. ودي أولى الخطوات بإذن الله يا رب، بإذن الله. دي أكيد دعوات ناس كتيرة يا جماعة، اللحظة اللي واقف فيها برجل واحدة على في الجيم دي دعوات كتيرة جدا. أنا مبسوطة الحقيقة جدا بالفيديو ده النهاردة. بيقول الفيديو ده كابتن هاني إنه إن شاء الله في طريقه للتحسن، ان شاء الله يكون بيشارك باذن الله قريب ان شاء الله باذن الله يا رب. هو طبعا زي ما انت بتقول اسهام، لقطه اليوم احنا كلنا سعداء دي باللقطه ديت، وكمان على المستوى المعنوي. احنا زي ما احنا عارفين، ويمكن مؤمن ما كانش بر عنده مسانده جماهيريه من النادي الاهلي بس، لكن مصر كلها، الناس كلها وبره مصر كلها. وشفنا قد ايه مواقف حتى اللعيبه اللي بره، محمد صلاح وكل النجوم اللي بره، على المستوى الفنانين على مستوى كل الناس بصراحه. وده يمكن يعني المرض ده يعني ربنا يحفظه، يحفظ كل الناس منه. بيحتاج كمان الحاله المعنويه بتفرق معاه جدا، صح الدعم. واعتقد الدعم المعنوي اللي لقاه مؤمن من مجلس اداره النادي الاهلي واللعيبه، وشفنا قد ايه الناس حواليه بشكل كبير جدا النهارده. مؤمن بيتحدى المستحيل بصراحه، وانا متاكد ان اراده مؤمن الكبيره جدا وايمانه بربنا والدعم المعنوي والحاله المعنويه زي ما احنا عارفين برضو، يعني بداية مجلس الإدارة والنادي الأهلي واللعيبة واتحاد الكورة، والناس اللي بتروح له عند البيت، والناس اللي طبعا جماهير النادي الأهلي ده الحب الأكبر، يعني حركته الشهيرة اللي الناس النهاردة كلها بتعملها في أي مناسبة دلوقتي بقى خلاص، يعني بقت دي يعني ماركة مسجلة، العلامة النهاردة للمؤمن اللي مؤمن كان بيعملها في الملعب. النهاردة كل الناس بمختلف انتماءاتها بتعملها دعما لمؤمن زكريا. وأنت الحقيقة قلت حاجة مهمة جدا، إنه الدعم ده والروح دي وصلته، وممكن ده يكون جزء من طبيعي اللي احنا شفناه النهارده. ان النهارده لما يقف على رجليه وبيحاول ان يقف برجل واحده وبيتدرب وبدا اهو، ان شاء الله يا رب يعني تكمل على خير باذن الله. موضوع شفاء ده جزء افتكر من الدعم اللي قدمه الجمهور ليه
الجمهور من كل الانتماءات، مجلس اداره النادي الاهلي وكمان الـ الـ الكاف. النهارده مؤمن زكريا سفير للبطوله الافريقيه اللي احنا فيها النهارده، وهو هيعمل الحقيقه كذا نشاط في الموضوع ده، يعني بدءا من ان هو يحمل ان شاء الله الكاس ويحطه في ارض الملعب وبيساهم في تسليمه للفائز باذن الله في الفاينل. كل دي امور قبليها كمان كان اللجنه الخماسيه، وان مؤمن زكريا كان موجود في البرزنتيشن بتاع التيشيرت المنتخب مصر ده. صحيح. شيء مهم جدا. اكيد برضو بقول لك هي الحاله المعنويه بتفرق كتير جدا، وعلى الجانب الاخر عارفين قد ايه الاصرار مؤمن، وعارفين قد ايه ايمانه بربنا ودعوات الناس. صح. زي ما انت بتقولي مع الدعم المعنوي ان شاء الله باذن الله، دي النهارده يكون خطوه على الطريق ان شاء الله لعوده مؤمن باذن الله بالف صحه وسلامه. كلنا بنقول له الف سلامه، وكلنا معاك ان شاء الله لغايه ما نشوفك باذن الله كمان نجم من نجوم النادي الاهلي زي ما عودتنا في الملاعب على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي. يعني بمناسبه كمان مؤمن وانه سفير ان شاء الله البطوله الافريقيه، واحنا كمان يعني في عز ان شاء الله البطوله باذن الله، عندنا ماتش مهم بعد بكره بعد ساعات قليله جدا. كان في الحقيقه مقترح انا بشوفه متميز جدا من اللجنه الطبيه كابتن هاني، اللجنه الطبيه في اتحاد كره القدم هنا في مصر، بان يحضر لك النهارده في المدرجات 10,000 مشجع يشجعوا في النهائي، ايا كان بقى النهائي دوت هيكون بين الاهلي ومين، بين مش عارف اي فريق تاني، اهم حاجه انه على استاد القاهره. اهم حاجه ان المقترح دوت النهارده بيدل على ان مصر بتتحدى الصعاب، مصر قدها لما يكون النهارده في اجراءات احترازيه مشدده وبتطبق على الجميع، واجراءات التباعد الاجتماعي ديت في منتهى الاهميه، خاصه واحنا داخلين على الشتاء وشايفين دلوقتي الاعداد بترتفع ازاي جراء كورونا. فده النهارده اقتراح مميز قوي في توقيت صعب قوي، واحنا بترجع مره تانيه عشان بس برضو الناس تاخد بالها كورونا ما خلصتش. فده افتكر هو طبعا يعني شيء مهم جدا، ومقترح مميز قوي من اللجنه الطبيه. مقترح مهم جدا، لان احنا كمان على ان شاء الله على اعتاب بطوله كبيره زي كاس العالم لكره اليد ده، يعني ان شاء الله هيكون في يناير. فبناخد خطوه كمان ونبص لقدام. الخطوه ديت ان عدد لا يقل عن 10,000 ده شيء رائع يكون موجود في النهائي الافريقي ان شاء الله. طبعا. في الشامبيونز ليج ده خطوه بيتبعها ان شاء الله كمان خطوات ان يكون في تواجد على المستوى الكاس العالم لكره اليد اللي هتقام في مصر ان شاء الله. واحنا عارفين قد ايه زي انت ما بتقولي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي في النهائي، وقد ايه وجود الجماهير وصوت الجماهير. يعني احنا دايما بنشوف في التلفزيون الباك جراوند بتاع صوت الجماهير، ما ده يعني مجرد يعني حماس اكتر ده لوحده بيبقى بيهز يعني لكن وجود الجماهير الحقيقيه داخل الملعب ايا كان عددها ايه، صوت الجماهير نفسه مع اللعيبه اكيد هيعمل فرق كبير جدا. فان شاء الله يعني اتمنى ان التجربه ديت ان شاء الله يعني تتحقق، زي ما بقول لك على خطوه ان شاء الله لعوده الجماهير مره ثانيه ان شاء الله. عندي معلومه بتقول انه الكاف يعني لحد دلوقتي مش موافق على هذا الاقتراح، بس احنا بنقول في النهايه انه مصر قدها، مصر على استعداد ان هي تستضيف اي مناسبه على ارضها، وهي مستعده من على مستوى الامني على المستوى النهارده الصحي. واحنا طبعا يعني في موقف العالم كله بيواجهه، موقف كورونا او جائحه كورونا العالم كله بيواجهه، مش احنا بس، لكن مصر بتثبت للعالم كله لما تقدم المقترح ده النهارده ان هي قدها. مصر بلد الامن والامان، واحنا لسه يمكن شفنا يعني مناسبات كتيره جدا مصر نظمتها وهتنظمها باذن الله، على مستوى التنظيم وهي فعلا على قد الحدث. ما عندناش مشكله يعني. طبعا ما عندناش مشكله، بس طبعا الكاف طبعا هو يعني هو صاحب القرار، لان المسابقه تحت تنظيمه، ولازم تكون يعني الموافقه من عنده. هو اقتراح يعني اقتراح جيد جدا، لكن طبعا كل دوت يعني تحت خط عريض طبعا صحه اللاعبين وصحه كل المقيمين على المنظومه الرياضيه، وخاصه في النهائي الشامبيونز ليج اكيد ده هو الامن. لكن نتمنى ان شاء الله باذن الله الحاله تبقى هاديه، ويبقى في الامور امور ان شاء الله بخير يعني ان شاء الله. النهارده طبعا كان في حفل تأبين لراحل عزمي مجاهد رحمه الله عليه، اللي توفى من يعني تقريبا من فترة قريبة جدا، مدير إدارة الكورة في الاتحاد.
المصري لكرة القدم. طبعا بعد صراع مع المرض كان حريص النهارده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي النادي الاهلي انه يحضر حفل التأبين، وتواجد الكابتن محمود الخطيب النهارده العصر داخل مقر اتحاد الكوره زي ما حضراتكم شايفين كده، كان برفقته العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي علشان يقدم واجب العزاء لامير عزمي مجاهد امير نجل الفقيد، وايضا اللجنه الخماسيه المكلفه باداره اتحاد الكوره برئاسه طبعا السيد عمرو الجنايني. دايما بيكون حريص الكابتن محمود الخطيب على انه يكون في هذه المناسبات، والنهارده في مناسبه تأبين رموز طبعا يعني واحد من الرموز الرياضيه المصريه المهمه في مصر رحمه الله عليه. الله يرحمه طبعا، شخصيه عظيمه وشخصيه يعني كان محب للجميع، وكان شخصية محترمة جدا. وطبعا زي ما احنا عارفين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب ما بيفوتوش هذا الواجب، لأن ده واجب وعلى مش على النادي الأهلي، كل الأندية كانت موجودة، لأن كابتن عزمي مجاهد الله يرحمه من الشخصيات المحترمة، ربنا يرحمه، وكل تعازينا ليه ولأسرته الكريمة. طبعا في إطار الإجراءات الاحترازية اللي احنا بنتكلم عليها اللي بيشرف عليها طبعا الكاف ومسؤولي اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، أجرى النهاردة لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية. المسحة الطبية دي قبل التدريب المسائي النهاردة، وطبعا ده وفق للبروتوكول الطبي بالاتحاد الأفريقي الخاص بإجراء المساحات الطبية قبل المباريات الرسمية، وده شيء مهم جدا. بنطمن على لاعبتنا وبنطمن إن شاء الله إن كل المساحات تكون مساحات سلبية، وده من ضمن الإجراءات اللي طبعا يعني بيحرص عليها الكاف بشكل كبير جدا جدا جدا، حرصا طبعا على سلامة اللاعبين وحرصا على كل الموجودين داخل ارضيه الملعب ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طبعا المسحه اهي يعني بص اوحش لقطه بشوفها لما بشوف الموضوع ده، ربنا يا رب يعني ما يوري حد. انا بيقولوا الموضوع ده صعب جدا جدا، فده يعني كان الله في عونهم، والنهارده بيستعدوا برضو على كافه المستويات فريقنا وايضا فريق الوداد المغربي اللي هيقابلنا يوم الجمعه باذن الله. هو كمان النهارده بيجري المسحه الطبيه دي استعدادا لمباراه المباراه اللي جايه. الجهاز الفني النهارده موسيماني كان بيركز على الجانب الخططي في مران الفريق اللي كان النهارده، الفريق كان بيخوض تدريبات قويه، موسيماني عمل اكتر من تقسيمه كان الهدف منها انه يطبق طريقه اللعب اللي عايز انه ينفذها خلال مواجهه الوداد اللي جايه. المدير الفني كمان كان حريص على انه يشرح الجمل التكتيكيه اللي بيرغب في تنفيذها بشكل نظري داخل ارض الملعب، منح تعليمات خاصة للاعبين، وإن شاء الله طبعا يعني يأدوا أداء جيد ويسعدوا الجماهير زي ما أسعدونا في الشوط الأول إن شاء الله. هو دايما زي ما بنقول هي الـ 48 ساعة قبل المباراة دي بتبقى التدريبة الأساسية. طبعا بيبدأ موسيماني اليوم أو اليوم التدريبي النهاردة بعد الظهر بمحاضرة، محاضرة فيديو. المحاضرة الفيديو دي بتستغرق تقريبا من نص ساعة ل 45 دقيقة، بيشرح من خلالها بعض النقاط اللي حصلت في مباراة الوداد، بيقسم الفيديو إذا كان في حاجات إيجابية بيركز عليها وبيأكد عليها، والحاجات السلبية كمان بيركز عليها، وبعد ما بيشرح الجزء الفني دوت بيحاول كمان يطبقه جوه الملعب. يعني دايما زي ما أنت قلت سهام بيطبق حاجة بيقولها قبل التدريب، بيتفقوا على جزء معين خططي بينفذه داخل التدريب. والنهاردة التدريب الأساسي يعني يعتبر التدريب الأساسي للمباراة اللي هو 48 ساعة قبل المباراة، وبيبقى كله حاجات تكتيكية ما فيهاش جزء بدني كبير. خلاص احنا تقريبا اللعيبة كلها على مستوى بدني عالي جدا، ما فيش حمل بدني، لكن كله حمل على المستوى الفني على المستوى الخططي. موسيماني بيطمن كمان على اللعيبة اللي كمان اللي كانت غايبة، ويعني بيأكد كمان إن شاء الله بإذن الله على الجزء الفني والجزء كمان المعنوي إن شاء الله، إن احنا بإذن الله نأكد إن احنا إن شاء الله في النهاية الأفريقي بإذن الله، يعني إن شاء الله يوم الجمعة نأكد تماما 100% ان احنا موجودين في النهائي باذن الله ان شاء الله باذن الله. نروح بقى لمروان، مروان محسن لاعب الفريق اللي انتظم النهارده كمان في المران الجماعي، وكان مروان زي ما قلنا امبارح بيشتكي من اجهاد في عضله السمانه لما شارك في مباراه الوداد، وطبعا النهارده بيخضع لبرنامج تاهيلي. الجهاز الطبي اطمن على جاهزيته قبل ما ينطلق المران النهارده اللي كان النهارده بالليل. كمان انتظم علي لطفي حارس مرمى الفريق في مران
اليوم وشارك لطفي في المران الاهلي بعد ما حصل على اذن بان هو يغيب عن مران الفريق اللي اقيم امبارح، كان في ظروف خاصه بيه. هو بينضم النهارده لمران الحراس تحت قياده يانكم بصحبه طبعا محمد الشناوي، مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان. ده صحيح. وزي ما احنا كمان شايفين في الصوره يعني كل الخطوط، يعني كمان في شيء مهم جدا بيحصل ان كمان موسيماني بيشتغل بالخطوط يعني على مستوى الدفاع وسط الملعب. طبعا حراسه المرمى وعوده علي لطفي كان يمكن عنده عذر امبارح ما قدرش يحضر التمرين، لكن النهارده كان متواجد. اتكلمنا كمان على مروان محسن، لكن كمان جونيور اجايي لاعب الفريق بالنادي النهارده كان في جلسه في الجيم، يعني ما قدرش يخش التدريبات الاساسيه. ده كان طبعا جلسته في الجيم على هامش مران الفريق النهارده اللي كان موجود النهارده بالليل على ملعب التتش. اجايي برضو يعني خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران اللي كان النهارده، ومن خلال الكشف ده قال خلاص لا يبقى يعني يكتفي بجلسه جيم داخل الجيم منفردا بعيدا عن الفريق، وان شاء الله باذن الله كلها دي استعدادات. يعني حتى مروان احنا كنا عارفين ان مروان كان واخد كدمه شويه، واحنا كلنا شفنا الفاول ده، مروان خد كدمه شويه في السمانه اثرت عليه شويه، لكن النهارده بنطمن عليه ورجع اتمرن مع الفريق. اجاييه لسه شويه هيخش ان شاء الله، ممكن هيكون بكره موجود في التدريبه الخفيفه اللي هي التراي ماتش بكره. فكل دوت ان شاء الله يعني بنطمن على لعيبتنا، وفي نفس الوقت بيبقى استعداد جيد باذن الله لمباراه يوم الجمعه ان شاء الله. اكيد يا رب ان شاء الله. طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف وافق على مبادرة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الكاف أنه يعين مؤمن زكريا زي ما قلنا في الأول نجم النادي الأهلي سفير لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. ده نوع من الدعم للاعب الأهلي ومنتخب مصر. فإحنا النهاردة برضو يعني أنا حابة جدا أن أنا يعني أي مبادرة تخص تحديدا مؤمن سليمان، أنا زكري. يعني مؤمن زكريا، أنا قلت مؤمن إيه؟ مؤمن زكريا. مؤمن زكريا لا طبعا كل الدعم طبعا، وعلى فكره اي مبادره صحيح تخص بالذات دعم مؤمن زكريا كابتن هاني انا معاها جدا، طبيعي كلنا. فانا الحقيقه بحييه على المبادره دي لان هي يعني طبعا اكيد في صالح شفاء مؤمن ان شاء الله. اكيد وزي ما قلت لك يعني كل دوت وكلنا بنقول يا رب ان شاء الله يتم شفاك يا مؤمن على خير باذن الله. النهارده خطوه على الطريق، إرادتك وعزيمتك إن شاء الله مع دعوات الناس كلها إن شاء الله ده يكون خطوة بإذن الله لشفائك وعودتك للملاعب سريعا إن شاء الله بإذن الله. طيب سريعا هنروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل أولى حواراتنا في البيت الكبير. اتفضل. أهلا بحضراتكم، والفقرة الأولى في البيت الكبير النهاردة معانا شخصية مميزة جدا، معانا الدكتور طارق الأدور طبعا المعلق الرياضي المميز جدا وكمان صاحب الأرقام والإحصائيات وصاحب كمان الرؤية المختلفة. دكتور طارق برحب بيك هنا في قناه النادي الاهلي والبيت الكبير. اهلا بيك منور هاني، واهلا بيك انت اللي منور البيت بتاعك. ربنا يخليك يا دكتور. خلينا قبل ما نتكلم على ملف مباراه الاهلي والوداد، اعتقد الحدث الابرز دلوقتي هو مباراه الزمالك والرجاء. تمام. لغايه دلوقتي ما فيش يا دكتور اي قرار رسمي من الكاف بتاجيل المباراه او لعب المباراه، حضرتك شايف الجزئيه دي ازاي على المستوى الاتحاد الافريقي؟ شوف، هي اولا اصعب شيء في الجزئيه ديت هو اتخاذ السلطات المغربيه اللي بتقودها صحيا وزاره الصحه في المغرب لقرار عدم السفر لفريق الرجاء قبل اسبوع من التاريخ اللي ثبت فيه اصابه 9 لاعبين بالكورونا. اسبوع من يوم 20 يعني 27، معناها ان الرجاء نظريا لن يستطيع بقرار وزارة الصحة بتاعتهم وقرار السلطات بتاعتهم اللي احنا ملناش دعوة بيها، هي دي سلطات خاصة بيهم وكل بلد تتحكم في إجراءاتها زي ما هي عايزة، ما يقدرش يجي قبل يوم 27 أو 28. عشان يجي 27 أو 28 يبقى المباراة مش هتتعمل قبل 29، يبقى ده كده الوضع الراهن اللي احنا بنتكلم فيه. حقيقة الأمر إن الاتحاد الأفريقي في مأزق. إيه المأزق اللي حط فيه نفسه الاتحاد الأفريقي؟ المأزق يكمن في ان الاتحاد الافريقي اصر على اقامه المباريات اللي كان فيها فرق عندها اصابات بالكورونا تحت اي ظروف، حتى لو كانت الظروف دي تخلي 10 لعيبه مصابين بالكورونا. الاتحاد الافريقي حط لائحه كده بسيطه هي في ما بقي من بطولات دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه، ان الفريق اللي لديه 14 لاعب متوفرين غير مصابين
يبقى المباراه هتقام. اه يعني بتتكلم على 11 لعيب وثلاثه موجودين وثلاثه بس على دكه البدلاء. شوف بقى حتى لو كان في ثلاثه حراس مرمى يعني ممكن يكون عند الفرقه مسجله، الاهلي على فكره مسجل اربع حراس صحيح، يعني ممكن يكون عنده كان عنده اربع حراس مثلا و13 يعني يبقى اكن ايه 10 لعيبه واربع حراس واربع حراس تلعب. يعني العدد 14 ايا كان عدد من الحراس. يعني ممكن هو الطبيعي يعني ده اللي حضرتك بتتكلم عليه، ان عندك 11 لعيب وثلاثه بدلاء ايا كانوا الثلاثه البدلاء موجودين يبقى عندك 14 لعيب يبقى تلعب. لازم تلعب المباراه. هذا القرار سرى على حورية كونكري اللي هو لاعب امبارح بيراميدز وفاز بيراميدز الحمد لله 2-0 وتأهل للنهائي. تاني وضع او اول وضع بقى تم التطبيق عليه هو فريق حسينيه اغادير في لقائه مع نهضه بركان في نفس الدور قبل النهائي للبطوله برده كان عنده 9 حالات، بس اللعيبه المتوافرين كانوا اكتر من 14. ده الفرق بقى اللي الناس لازم تعرفه، لان الناس بتقول لك احنا هو ليه يعني المعامله مش بالمثل. فالفرق حضرتك انك بتقول ان فريق الرجاء دلوقتي عدده لا يكتمل للعدد اللي اقره الكاف اللي هو 14 لعيب. ليه بقى؟ كل فرقه عندها كام فرقه لعيب يتسجلوا؟ 30. 30 مظبوط. من ال 30 دول خمسه مشوا من الرجاء. منهم حميد احداد، منهم يعني لعيب كان موجود بالزبط. طبعا عندهم بس ما يقدرش يلعب مع الزمالك. يبقى في خمسه مش هيلعبوا، يبقى كام؟ 25 لعيب. في خمسه مصابين دي اصابات عضليه، اللي هم غابوا كلهم عن مباراه الذهاب. يبقوا كده كام؟ يبقى 20. يبقى اكن فاضل 20 وتسعه كورونا، يبقى فاضل 11. يبقى فاضل الملعب على قد الملعب بس. طبعا برضو ناهيك على ان في ضغوط موجوده اكتر من الجانب المغربي، لان احنا عارفين دلوقتي بكل امانه ده مش خافي على الاعلام ان في سطوه معينه للمغرب على الكاف من اول ما جه احمد حتى الان في سيطره من الجانب ده. والدليل على هذه السيطره ان في مسؤولين هناك وعلى راسهم فوزي لقجع رئيس الاتحاد هناك، هو طبعا بيبقى مسيطر على حاجات كتير جدا. والعنصر الثاني انك انت كل القرارات بتاعت الكاف تلاقيها اول ما تتسرب توصل اول ما يعرفها من الصحف المغربيه بالظبط، يعني قبل ما حد يعرفها ولا حد يقول عليها طبعا عن طريق المسؤولين في المغرب بيوصلوها للصحافه. هو برضه نظام البالونات شويه بيرموا خبر في الصحافه المغربيه، يعني كان حتى موضوع المباراه تبقى النوك اوت هتبقى مباراه واحده مش رايح جاي وبعدين رجعوا في القرار. فخلينا نتكلم ان في مشكله عند الكاف في تحديد او اقامه مباراه نادي الزمالك والرجاء ولا لا، لكن كمان في انعكاسه خطيره جدا في حاله تاجيل هذه المباراه. حضرتك بتتكلم مستحيل تتلعب قبل يوم 29 اكتوبر. تمام. المردود ايه بقى على المستوى المحلي هنا بالنسبه للجنه الخماسيه لبطوله الدوري وبطوله الكاس؟ هي دي بقى المشكله الاساسيه. تخيل هو ماتش واحد لكن ممكن يبقى يضرب لك الدنيا كلها. يعني هو ماتش واحد خلاص، يعني هو ناقص مباراه واحده، احنا في خلاص في الاسبوع الثلاثة. لا انا بتكلم على ماتش واحد اللي ممكن يترحل، اللي هو الزمالك والرجاء بس، مفيش غيره. المباراه اللي هتتاجل مظبوط. لكن على قد ان ماتش واحد ممكن يتنقل من هنا لهنا او يتنقل 4 ايام مثلا من ميعاده الاصلي او 5 ايام، ده يضرب لك كل حاجه، يضرب لك زي ما بنقول كده بالبلدي كرسي في الكلوب. يعني ليه بقى؟ تعال نقول الاتحاد المصري حدد ايام 28 29 30 للمباريات التسعه في الاسبوع الاخير للدوري، الاسبوع رقم 34، ومن هنا فتح باب القيد المحلي حتى يوم 4 نوفمبر. يبقى اذا انا لما يكون عندي خلصت الدوري خلاص واخر اسبوع في الدوري 28 29 30، بعض الانديه هتخلص 28 يبقى عنده 6 ايام، اللي هيخلص حتى 30 عنده 4 ايام، يمشي ده يجيب دوت يغير دوت يعمل استبدال يعمل اعاره، اللي هي القواعد اللي محطوطه مظبوط في الاتحاد المصري. فعنده ال4 ايام دول. طيب عدم اقامه المباراه ديت في هذا التوقيت ايه اللي باقي من الدوري؟ للاسف انه لو الزمالك ملوش يعني دور في تحديد مراكز الدوري ما كانتش حصلت مشكله، لكن المشكله ان الثلاثه الهابطين اتحددوا، طنطا واف سي مصر والحرس خلاص اتحددوا، البطل اتحدد، رابع الدوري اللي هيتاهل للكونفدراليه اتحدد، باقي تاني وتالت هم معروفين ان هم تاني وتالت، بس مين التاني اللي هيلعب في دوري الابطال ومين التالت اللي هيلعب في الكونفدراليه؟ هي دي المشكله. فالمباراه ديت هيستتبعها ايه؟ انا عندي الاسبوع الاخير للدوري في الزمالك والاسماعيلي وفي بيراميدز والمقاولين، هيلعبوا المفترض ان من قبيل العداله في توقيت واحد. اللائحه بتقول ان كل المباريات اللي بتحدد هبوط او بتحدد مراكز متقدمه لازم تتعمل في نفس التوقيت. يبقى اذا بيراميدز والمقاولين لازم يتعمل في نفس توقيت الزمالك والاسماعيلي، لان المباراتين هيحددوا تاني وتالت. مظبوط.
طيب لو دي اتاجلت كده ل 29 زي ما انا قلت، يعني هم مش هيعرفوا يسافروا قبل 27، يوصلوا مثلا 28. ده يعني ده 29 يبقى قريب قوي، ده ممكن يكون 30 او 31 كمان يعني. لا ما هو مش هيزقها قوي كده عشان النهائي، عشان يوم هيبقى مش هقول النهائي يلعب قبليه بفتره اقل. فهترسي على ايه؟ 29. انا بقول الميعاد المقترح تقريبا كده طبقا لتسريبات كده برضو زي البالونات اللي بيسربوها ان هو 29. طب 29 ده كان المفروض ان هو الميعاد اللي يلعب فيه الزمالك او بيراميدز مع او 28 يا 29. مزبوط. هو ما تحددش الاسبوع الاخير، بس غالبا كان هيلعبوا يا 28 يا 29 عشان يسيب فتره ايه. مزبوط. قبل النهائي. طب ما تلعبش الماتش ده، هتخش على النهائي، ما تلعب الزمالك 29 مش بقول هتلعبه مثلا يوم 2 وتلعبه النهائي. ما ينفعش عشان عنده نهائي. ما ينفعش. بالظبط. فاذا ايه؟ هيتنقل بعد 6 نوفمبر. 6 نوفمبر. 6 نوفمبر عشان تلعب النهائي اول ميعاد طبقا للائحه تلعبه بعد ماتش افريقي بعد 4 ايام، يبقى يوم كام؟ 11 معسكر المنتخب. ده في معسكر يوم 9 كام؟ يوم 9. يوم 9. فمعسكر المنتخب المفروض من 9 ل 17 تلعب فيهم ماتشات مباراتين توجو ذهاب وعوده. صح. فانت بعد افريقيا ما عندكش المساحه انك تلعب الماتش ده، فهتضطر تخش معسكر المنتخب، ويبقى الماتش هيبقى بعد 20 بعد بقى 20 17 نوفمبر. خلص معسكر المنتخب تقدر تلعب بعديه بايه؟ 3 ايام مثلا، 20 نوفمبر. يبقى يوم 20. طب انت لما زقته ليوم 20 يبقى اجلت نهايه الدوري ليوم 20. طب وكاس يبقى لازم تغير. ما انا هقول لك بقى، انا بتكلم على الدوري ده كله، مشكله الكاس ده مشكله تانية. يبقى لسه هتبقى لسه عندك مشكله ان انت هتلعب الدوري طبعا يوم 20، وهيبقى كمان ان القيد ما ينفعش يبقى 4 نوفمبر، يبقى طبعا لازم تغير، وهتغير في 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 مواعيد دوليه، لان كده كمان بتبعت القائمه للكاف. يعني مثلا ممكن فرقه اهلي وزمالك وبيراميدز والمقاولين عندهم بطولات افريقيا السنه الجايه. مظبوط. فهو حط قائمه وبعدين الدوري لما اتاجل فتحت القائمه، بس انت بعت قائمه ثانيه، يبقى انت ضربت الدنيا في بعضها. يعني مثلا سي الاهلي عنده مسجل مثلا 23 لعيب وكان عايز يسجل 2 هيشتريهم لسه. مظبوط. زي مثلا بدر بنون، زي اي حد الزمالك نفس الكلام. صفقات جديده. اي صفقه جديده تيجي تأيده تكون انت قفلت القائمه الافريقيه وانت لسه قدامك القائمه دي مفتوحه. يعني يكون القائمه الافريقيه اتقفلت ولسه القائمه المحليه عندك. لسه عندك ضميت لاعب مش هيلعب افريقيا. مش هيلعب افريقيا. ده نمره 2. يبقى شفت حطيت نفسك ادي مشكلتين، دوري مش هيخلص، قيد نمره 3 بقى. الكاس كان انت الفرق المنتخب يخلص ايه اللي فاضل؟ دور الثمانيه 4 ماتشات. بتكلم حضرتك المنتخب هيخلص يوم 17 نوفمبر. بالظبط. كان المفروض في 4 ماتشات دور الثمانيه منهم ماتش اتلعب، فباقي 3 ماتشات كانوا هيلعبوا الثلاث ماتشات دول، وبعدين مثلا على يوم 20 سيمي فاينل 24، ده ما هتحددش بس بقول لك بالتقريب بتقريب ده 24، وبعدين يروح لاعب النهائي كاس 28 مثلا او كده. بعد 28 اول لو الاهلي والزمالك او بيراميدز او المقاولين اتحطوا في الدور التمهيدي لبطوله افريقيا الجديده هيلعبوا يوم 29. تصدق بقى الموضوع صعب قوي. يبقى دخلت في الموسم الجديد لافريقيا وانت ما خلصتش الكاس. احنا عاملين هم ميعاد كان تقريبي لان الدوري يكون خلص ويلعبوا الكاس مثلا حتى 20 24. مظبوط. 27 مثلا. ويخلص ويروح داخل في بطوله افريقيا الجديده ويلعب من اول بقى من اول ديسمبر الدوري الجديد. هتلاقي لسه عندك ماتش في الكاس فهتدخله في وسط الماتشات، وعندك سوبر جديد. موضوع صعب جدا. الموضوع كله ضرب بسبب ايه؟ تخيل مش مثلا اجلت 5 6 ماتشات، لا ده ماتش واحد يترحل عمل لك كل الازمه دي. ازمه في الدوري المحلي، ازمه في القيد، ازمه مع المنتخب، ازمه في بطوله الكاس الجديده، أزمة في دوري أبطال أفريقيا الجديد. 5 أزمات. مشكلة كبيرة، وده كمان بسبب إن المركز الثاني ما اتحسمش. لو كان الأربعة أو الأربع مراكز الأولى اتحسموا كان هيبقى عندنا نفس المشكلة. يعني لو كان اتعرف من دلوقتي إن خلاص مثلا الزمالك هو المركز الثاني وبيراميدز الثالث والمقاولين الرابع، كان ممكن تبقى فيه مشكلة. أقول لك بقى كانت ممكن تعمل إيه. لو اتحسمت وخلاص خلصت كنت البيراميدز يجي من افريقيا يلعب ماتش. يلعب ماتش خلاص. هو بيراميدز خلص. الزمالك ما هو مش مرتبط ببيراميدز فيلعب ماتش لوحده. ممكن مثلا خلص النهائي 6 تروح زنق له ماتشه، تستاذن المنتخب مش هضم اللعيبه دول مثلا يوم 9 يتاخروا يومين مثلا. ينضموا لعيبه الزمالك بس. فكانت ممكن تتحل. لكن انت كل الفرق هتبقى عند يعني الفرق هتتعطل كلها بسبب صحيح. في حاجه واحده بس
اللي مش طرف فيها ممكن يستفيد اللي هو الاهلي، ان احمد فتحي يبقى موجود في القايمه بتاع افريقيا في النهائي فقط، هو ده الفايده. لو النهائي لو النهائي كده كده يوم ده النهائي ما عندوش كنت سامع انه ممكن ياجلوا النهائي، لكن ما اعتقدش يعني موضوع النهائي ده خلاص يوم 6 نوفمبر ده النهائي. اصل انت عايز تاجله فين اذا كان في فرق هتلعب في تصفيات افريقيا يوم 9؟ على الاجنده الدوليه المنتخبات. ستة تسعة حتى لو اجلته يوم ما ينفعش خلاص، ده ميعاد شرب. على فكره ايا كان تاجيل ميعاد مباراه الزمالك النهائي 6 يوم، هيجي بقى تقول لك بقى لا ده خد راحه اكتر مني بيوم وبنص ساعه والكلام اللي احنا بنقوله عندنا ده ما فيهاش. لا مفيش بقى. بس انت تتوقع التاجيل ولا تتوقع قرار اخر؟ الاقرب هو التاجيل. ما لم يعملوا مسحه كده هم بقى من عندهم والسلطات توافق على سفر الفريق، بس هيجوا ويلعبوا تاني يوم. ده يعني لو حضرتك بتتكلم عليه ده المفروض المسحه دي تبقى بكره ويسافروا من الجمعه ويلعبوا يوم السبت. يعني ما فيش حل غير كده. لكن بص هقول لك حاجه، الاتحاد الافريقي في مأزق ان هو عايز يستجيب لضغوط المغرب، ولكن في نفس الوقت عايز يطبق قراراته اللي عملها مع فرقتين قبل كده، منهم حوريه ومنهم حسينيه الغدير. لكن المشكله ان هو في كل الاحوال في تضارب في القرار. على فكره مشكله الاتحاد الافريقي، وانا قلتها قبل كده كتير ومش هنخجل اننا نقولها، الاتحاد الافريقي للاسف لم يعد في اتحاد عنده قرارات صارمه. حصلت في نهائي السنه اللي فاتت الوداد والترجي، وشفنا ان ايه القرار اعتماد النتيجه اثناء المباراه، بعدها بيومين لا نعيد المباراه، بعديها المحكمة الدولية لا اعتبرنا قرار، ثلاث قرارات في حاجة واحدة. أو ده نفس الكلام في دوري أبطال أفريقيا، مش بالونات، هم كانوا ناويين يعملوا مباريات فعلا الدور قبل النهائي والنهائي في دورة مجمعة، بس هم ما لقوش مكان. زي اختاروا المغرب مثلا بتتعمل هي فيها الكونفدرالية، هم كانوا عايزين سألوا الكاميرون اللي هي في استاد جابوما في دوالا استضافة الشامبيونز ليج الأفريقي، يعني كله يبقى تاخد مجمع تاخدوا البطولة، ما انتوا كنتوا هتاخدوا النهائي على أساس يبقى نوك أوت برضه، يبقى نفس النظام بتاع الكونفدرالية بالظبط. رفضوا، قال لك لا احنا مش مستعدين. طب خد يا عم النهائي بس، ما انت كنت متقدم للنهائي، قال لك لا مش عايز النهائي. فهي موضوع صعب ان ما فيش حد تقدم، حتى الدولة الوحيدة اللي كانت ممكن تتقدم لاستضافة النهائيات تونس في مشاكل، او زي ما نقول كده ما صنع الحداد بينهم وبين الاتحاد الافريقي والاتحاد التونسي من ساعة النهائيات، فحصل مشاكل جامدة، فتونس ما لا تقدمت ولا الاتحاد الافريقي قال يعني فرض عليها النادي او يعني طلب منهم هو يتقدموا، فبالتالي كل الموضوع كل بقص. الامور دي اعتقد خلال بكره بالكثير، بكره بعده بالكثير الامور كلها دي هتبان، لان ما فيش وقت خالص. يعني خلينا نخرج من قول لي تاني، نحسبها نظريا ما فيش ما لم تتعمل مسحه، وهما بيقولوا كده ان احنا هنعمل مسحه بكره عشان يطلعوا من المسحه كده وتشوفوا النتيجه على طول وتتعمل ويروحوا على المطار. طب المسحه دي مين اللي هيقوم بيها؟ الاجراءات وزاره الصحه المغربيه ولا الكاف؟ لان برضو كنت سامع ان الكاف بنفسه هيبعت بعثه، يعني مش هيبعت، هيقوم هو بالمسحه الاخيره ديت او المسحه الطبيه دي بكره، الكاف نفسه مش وزاره الصحه المغربيه. ما انا هقول لك بقى الكاف عمل ايه عشان يحل المشكله دي. قال لك انا هعمل الجهه الرسميه في البلد تعمل، هو مش هيجيب فريق يعمل تحليل، يعني هو ما عندوش فريق، هو لا الجهه الرسميه في البلد اللي هي وزاره الصحه المغربيه، زي وزاره الصحه عندنا مثلا. ما انا ممكن في معمل تاني مضروب يطلع لك سلبي وهي ايجابي، يعني عايز ياخد بس باشراف اللجنه الطبيه بتاعت الاتحاد الافريقي، يعني لازم يكون هو المشرف على اللجنه دي. فاللجنه الطبيه بتاعت الاتحاد الافريقي ممكن تروح تشرف على مسحه طبيه، تطلع مثلا من التسعه دول خمسه خفوا، يبقى في اربعه بس، يبقى الفريق عنده كده مثلا كام، هيبقى عنده 16 لاعب يلعب. ده على اساس ممكن ناس او ممكن جماهير مثلا نادي الزمالك تقول لك اصل ممكن جدا ما يكونش المسحه دي طالعه بشكل رسمي، وبالتالي هم قاصدين يطلعوا عدد الاصابات كتير علشان يكون العدد كبير وبالتالي ياجلوا المباراه، ده لصالح. لا يعني خد بالك المشرف، اصل خلي بالك في حاجه اسمها كيتس دي اللي بيحضروا بيها البي سي ار دي اللي هي المسحه اللي بيعملوها، دي ليها رقم كودي. يعني بص مثلا اتعمل في العالم، انا شفت في اخر احصائيه كام، في حدود 12 مليون تحليل في العالم وورلد وايد، ل 12 مليون تحليل في 12 مليون رقم كودي
ده مش زي ده. يعني اللي عمل لحمدي فتحي لما كان عنده كورونا غير الرقم اللي اتعمل لفرجاني ساسي غير الرقم اللي اتعمل ليحيى جبران. يعني فاهم يعني ما فيهاش لعب بمعنى صح يعني هي بس القصه كلها بعض الناس تقول لك اصل هي فيها لعب جزء من اللعب شويه على اساس يبقى العدد كبير والرجاء ما يكونش متواجد على اساس ياخد راحه شويه يعني كل دوت. لكن حضرتك بتاكد ان الكلام ده غير وارد وان القرار اكيد في خلال يومين يعني يا بكره يا بعده بالكثير مظبوط ان شاء الله. نخرج بقى من القصه دي ونروح لمباراتنا مباراه النادي الاهلي والوداد. اولا حضرتك شفت مباراه الذهاب ازاي وتاثير نتيجتها على مباراه العوده؟ شوف هقول لك على حاجه. انا قعدت ادرس اللي فوق 469 مباراه بتوع الاهلي في افريقيا من اول مباراه لعبها النادي الاهلي في افريقيا امام مولوديه الجزائر 479 من اول ما الاهلي لعب مع مولوديه الجزائر في اول بطوله سنه 76 وخسر 0-3 هناك وجه هنا في مصر فاز 1-0 بالجول الخطيب كان اول هدف في تاريخ افريقيا للاهلي سجله رئيس النادي الحالي اللي هو محمود الخطيب. الاهلي ما كانش في بداياته من الفرق اللي بتفوز خارج ملعبها، دي مقدمه عشان اقول لك بس ايه قيمه الانجاز بتاع الوداد. فالاهلي 76 77 78 وبعدين 80 81 82 لم يفز خارج ملعبه. يعني اول خمس سنين ما فازش ولا مباراه بره ملعبه. حتى بما في ذلك السنة التاريخية اللي حقق فيها النادي الأهلي أول لقب إفريقي سنة 82 ما فازش من أول دور 32 حتى النهائي ولا مباراة خارج ملعبه إلا المباراة النهائية طبعا أو لا خارج ملعبه أنا لا فاهم كانت 1-1 كانت 1-1 أه بالظبط كانت 1-1 3-0 هنا 1-1 فما فازش ولا مباراة خارج ملعبه. أول فوز للأهلي خارج ملعبه كان على دينامو زهراري بطل زيمبابوي سنة 83 ده كان أول فوز في تاريخ الأهلي سنة 83 بعديها بسنة. ففي سادس سنة إفريقية للأهلي كان بيحقق لسه أول فوز ليه. أول انتصار. أوكي. والنادي الأهلي هو أكتر نادي في القارة فاز خارج ملعبه. شوف الرقم ده. رغم أول خمس سنين ما فاز. رغم كده قدر إن الأهلي فايز بره الفوز على الوداد ده هو الفوز رقم 39 للأهلي خارج ملعبه. 39 فوز خارج ملعبه وراء في مصر هنا الزمالك فاز 28 مباراة. يبقى الأهلي أكتر نادي داخل القارة فاز خارج الميدان. من ال 39 فوز دول لما تيجي تحللهم وتشوف المستويات هذا هو تاني أو يعني ماتشين هما الأفضل للأهلي في انتصاراته خارج الديار. الترجي في النهائي بتاع 2012 لما الاهلي كان متعادل 1-1 وكسب 2-1 بعد اداء هايل اداء رائع جده طبعا جاب الاولاني وليد سليمان جاب الثاني مع الكابتن حسام البدري وضيع الاهلي كمان ضربه جزاء اللي كان ضيعها ابو تريكه يعني كانت ممكن تبقى 3-0 لان قبل ما يجيبوا الجول كانت 2-0 وضربه الجزاء اللي ضاعت ديت كانت ممكن تبقى 3-0. الاهلي ما كانش بيلعب بره ملعبه ده الاهلي كان متسيد المباراه تماما. دي تاني افضل مباراه او ممكن بقى تقول افضل تتساوى بقى يعني الاثنين تتساوى في المستوى في ان هو نمره واحد فوز كبير نمره اتنين على فريق كبير في افريقيا يعني سواء الترجي في 2012 أو الوداد نمره ثلاثة ان هذا الفوز مش مثلا انت ايه في كتير من هقول لك على مثال صارخ مش الاهلي فاز على الصفاقسي بره ملعبه مظبوط خد البطوله بس مش من احسن المباريات على المستوى الميداني لان الصفاقسي كان عنده فرص صحيح. كتيره وكان يعني كان فرص كتير وكان ماسك الكره بشكل افضل وكان هجمات احنا كنا بنلعب بشكل دفاعي جيد جدا الا طبعا لو تفتكر خريطه جوزيه قال لك ايه اول 60 دقيقه ماليش دعوه بالناحيه اللي هناك دي انا قافل بس نازل اخر ربع ساعه غير وبعدين اخر ربع ساعه هي اللي فيها هجوم ان انت عايز تخطف جول فخطف الجول بتاع وتريكا في الدقيقه 92 انما مش من اجمل المباريات لكن المباراه دي والمباراه دي بص بقى في المباراه دي احصائيه الاهلي الاكثر استحواذا 53% مقابل 47% الاهلي الاكثر تسديدا على المرمى سدد على المرمى 14 مره مقابل 10 مرات فقط للوداد الاهلي اكثر تسجيلا اون تارجت يعني على على المرمى نفسه سدد الاهلي في المباراة ديت من ال 11 من ال 14 مرة 11 على المرمى ما بين القائمين والعارضة وثلاثة بس بره
ده رقم هايل. هايل جدا طبعا، ده تركيز عالي جدا. مقابل اثنين بس اون تارجت، اثنين اون تارجت بالنسبه للوداد، منهم اكيد منهم ضربه الجزاء. أكيد. يعني منهم ضربه الجزاء وتسديده. فكل حتى بص بقى في الاحصاء الدقيق التفصيلي، عدد مرات التاكلينج الناجح، ان انا بخش بعمل تاكلينج عشان استخلص الكوره اكتر للاهلي من الوداد. كل النيوميريكلز، كل الارقام المباراه لصالح الاهلي، والنتيجه كمان 2-0، يعني حتى نتيجه الترجي 2-1، لا دي 2-0، يعني فوز عن جداره وفوز كان قابل لزياده لو سجل. يعني حضرتك بتعتبر هذه المباراه هي الافضل للنادي الاهلي في تاريخ مسابقاته فوزا خارج الديار، لان انت بتقول حتى مباراه الصفاقسي كان فيها جزء شويه، او مباراه الترجي كان في جزء من الاحصائيات ديت، اكيد كان النادي الاهلي شويه في الحاله الدفاعيه جه عليه فرص كتير. فحضرتك بتقول ان هذه افضل مباراه على المستوى الفني والاداء للنادي الاهلي خارج الديار. مظبوط، هي دي. حتى الاحصائيات بتاعت ماتش الترجي برضو كانت احسن فيها الاهلي، بس دي المباراه الافضل على مستوى متسيد المباراه بشكل كبير، وده شفناه. طيب تاثيره بقى على مباراه يوم الجمعه، وطبعا حضرتك عارف ان كره القدم ملهاش كبير، وكان في رومنتادا كبيره جدا على مستوى العالم وعلى مستوى الانديه شفناها. يعني على الشكل التكتيكي والشكل الفني، تفتكر ان موسيماني ممكن يغير شويه في ادائه على المستوى، على مستوى الافراد، على مستوى شكل اللعب؟ احنا كنا بنلعب 4-2-3-1، هو ممكن يغير الجزئيه ديت، ولا شايف ان يعني اللي تكسب بيه يلعب بيه؟ بص السؤال ده سؤال فعلا دقيق جدا ومهم جدا، لان انا كنت معاك هنا قبل ماتش ده، وحتى قلت لك التشكيله لم يخلف فيها الا يحيى جبران اللي كان حطيته هنا في نص الملعب، السرد باك، ورجع ورا. هو كويس انه رجع ورا، هو اللي رجع ورا، هو اللي لبسه في كويس انه رجع ورا. مظبوط، هو طبعا ضربه الجزاء منه والكره اللي جت في ايده برضه منه، فبعد تغيير. لكن غير كده كان كل، حتى انا قلت لك ان الشيخ كومارو مش هيلعب وهو كان مصاب، مع ان هو لعب جزء من المباراه، لكن فعلا هو لم يبدا اللقاء. عفوا، ابراهيم كومارو. ده كده بالنسبه للتشكيله اللي احنا تخيلناها للفريق. النقطه المهمه جدا بالنسبه لموسيماني في المباراه ديت هي حاجتين، المباراه اللي جايه ان شاء الله، لا في المباراه اللي فاتت وهي اللي انعكست في كل المباريات الاربعه اللي قاد فيها الفريق، 3 في الدوري وواحده دي. نمره واحد، ان عادت شخصيه الاهلي. يعني بمعنى ان النادي الاهلي مثلا فتره كبيره من ساعه ماتش الترجي في 2018 خارج الملعب اللي فاز بيه الاهلي 1-0 امام وليد ازارو في النوك اوت ستيج او في دوري المجموعات، سيبك من الدور التمهيدي اللي الاهلي مثلا فاز بمباراتين، فاز على اطلع بره في الدور الاول، وفاز على كانو سبورت في الدور الثاني. لا، النادي الاهلي ما كانش بيفوز بقى في كل الماتشات اللي هي المهمه، دوري المجموعه ولا الثمانيه او قبل النهائي وكده، ما كانش بيفوز بره ملعبه. لا، فاز النادي الاهلي بره ملعبه والفوز بجدار. رجوع شخصية الأهلي دي أنا من وجهة نظري هي العنصر رقم واحد اللي كان مؤثر في المباراة دي. أنت نازل شفت شخصية الأهلي اللي هو بيلعب بره ملعبه زي في ملعبه، اللي هو عايز يكسب، اللي هو ضاغط، اللي هو زي ما أنا قلت لك قبل المباراة إن هي استراتيجية موسيماني في حاجتين، كرة جميلة، وتحس ان الاهلي في الاربع مباريات بيعمل كوره. كان قبليها الشوط الاولاني ده بره ده حقيقي، لو تفتكر كده الشوط الاولاني كان الاهلي اكنه جاي من البيت لسه ويلعب الشوط الثاني. لا، بتلعب المباراه بالكامل بشخصيه الاهلي، وبعدين بتلعب بكوره جميله. الكوره الجميله اللي انا زي ما قلت لك المره اللي فاتت مش حكمنا عليها من موسيماني في الاربع ماتشات، لا احنا حكمنا عليها من 7 سنين كان في صن داونز وعمل الكوره الجميله دي. ده حقيقي. نمره 2، ودي مهمه جدا، اللي هي بقى ايه، تخلي النادي الاهلي ما عندوش المشاكل الخططيه اللي تخلي فريق كبير زي مثلا الوداد صعب انه يرجع في النتيجه، او لو بتلعب فرقه تقيله صعب ان انت ايه تعمل ريمونتادا او ترجع. بالظبط. ايه هي؟ ان انت طبقت استراتيجي بتاع ان بمجرد فقد الكوره انت عندك ال 11 لعيب في الملعب، لاعب واحد هو اللي بيبقى قدام خط الكوره و10 لعيبه ورا خط الكوره. شوف كده، والكوره مثلا مع ابراهيم النقاش هتلاقي مفيش غير مثلا يا مروان محسن يا قفشه هو اللي موجود في الحته دي او وراه، والباقي كله تحت ورا تحت خط الكوره. ده معناه ايه؟ معناه ان النادي الاهلي
كان بيضغط كويس قوي في عصر فايلر، عشان برضه ما نظلمش فايلر، لا فايلر كان افضل مدير فني عمل اسلوب الضغط، الضغط العالي. الضغط العالي ده افضل مدرب، كان حتى ما فيش مباراه غير اما تغلط الفرقه اللي قدامك خمس ست مرات فبتجيب جولين ثلاثه، فالاهلي كان في الدور الاول 5-0 و4-0 مظبوط، وكل الارقام دي. فهو انت بقى دلوقتي كان عندك الضغط العالي ده، بس عندك مشكله ان انت لما ترتد الكوره عندك مساحات كبيره، لو بتلعب فرقه تقيله، لو بتلعب فرقه مثلا عندها قدرات، وده اللي حصل فين؟ حصل في ماتش النجم الساحلي بره، بتلعب فرقه تقيله وبره ملعبك، فانت ضغط من قدام راح مخترقك في كورتين ثلاثه. ما هي مشكله الضغط من قدام يا دكتور زي ما انت بتقول، انت الاساس الضغط من قدام انك تقطع الكوره في المنطقه الهجوميه بتاعتك. ايوه بالظبط. لو ما قدرتش تقطع الكوره، هو ده بقى اللي بتتكلم عليه حضرتك، ان الرجوع كان ضعيف جدا، فبيبقى فيه مساحات فاضيه. بيبقى فيه مساحات. هو بقى ده هنا موسيماني اتخلص من النقطه دي، بان انت هتشوف مثلا، بص هقول لك خطوط عريضه كده، بص حسين الشحات مثلا وجونيور اجاي، صحيح، شوف كم المرات اللي نزل فيها بقى ده كما لو كان باك شمال وده كما لو كان باك يمين، كتير. انا شفت اجاي مره وكان قدامه علي معلول في وقت من الاوقات، علي كان بيهاجم فهو كان مرحل هو شويه، هو اللي تحت، فكانت الصوره باينه ان علي هو بقى بدا يضغط على الباك اليمين لفرقه الوداد، واجاي هو في موقف كانه باك شمال. مظبوط. فالحته ديت تخلي ايه، على فكره الاهلي لعب بيها قدام بيراميدز، صحيح، اكتر بقى قدام اف سي مصر كان بيلعب ان برضه اول ما يفقد الكوره كله تحت خط الكوره. عشان كده النادي الاهلي عرف في 12 مباراه في الدوري ثم المباراه ديت 13 مباراه متتاليه يحافظ على شباكه نظيفه، ودي نقطه مهمه جدا، ان انت عشان تقول ريمونتادا لازم يعني هقول لك مثال، مثلا ماتش الاهلي والزمالك في القمه الاخيره، ما هو نفس المشكله انك بتضغط من قدام ارتد الكورتين جونين، هو اعتقد الزمالك راح ثلاث فرص جاب هم يعني ثلاث اهداف. بص للثلاثه هتلاقي الثلاثه فيهم مساحات، الاولانيه بن شرقي بيجري لوحده، الثانيه برضو كان من نص الملعب برضو بن شرقي لما اداها لأوناجم وعملها عرضيه، والثالثه الثاني بقى اللي هو بتاع مصطفى محمد برضو كوره راحه في الصحراء ما فيش حد قافل خالص. هل الكلام ده موجود دلوقتي؟ لا مش موجود دلوقتي. فده دايما انا بقول دي على مدى الحياه، الفرقه اللي عندها خط دفاع قوي وهجوم نص نص تكسب بطولات. انت من ضمن الناس اللي بتقول ديفند وين؟ بالظبط صح، الدفاع عندك كويس، دفاع يكسب. قوي، دفاع قوي يكسبك وعندنا حارس مرمى عظيم كمان. بالظبط. حتى لو انت بقى عندك هجوم قوي جدا وعندك دفاع مش كويس، ممكن تكسب مباريات، تكسب زي ما بيقول لك كده ايه، وين ماتش بات نوت كومبيتيشن، يعني انت تكسب مباراه لكن مش هتكسب بطوله، في السكه هتخسر فمش هتقدر تكسب بطوله. فدي هي الحاجتين الرئيسيتين في شخصيه موسيماني اللي حطهم شويه في النادي الاهلي. فانا عشان كده لما نيجي نقول مباراه العوده، لا صعب جدا يحصل ريمونتادا في الشكل اللي بيلعب بيه النادي الاهلي، صعب جدا يحصل ريمونتادا في الحاله الفنيه اللي عليها الشناوي ما شاء الله عليه، يعني يعتبر من ابرز حراس المرمى اللي جم في مصر من ايام كده ما الحضري كان في 2008 و2010 في كاس الامم كان واصل الى قمه الفورمه بتاعته، اول مره نشوف حارس بهذا الشكل بهذا النمبر اوف ايه بيسموها ايه كروشال سيفز، اللي هي الانقاذ الخطير جدا اللي هو في صعب جدا، يعني صعب جدا الانقاذ، صعب جدا. والشناوي كمان بيميزه كمان الهدوء، مظبوط، في المباريات الكبيره كمان، ويمكن عنده ثقه في نفسه كبيره جدا وعنده، فده وانا كنت مدافع وعارف لما بحس ان حارس المرمى اللي ورايا عنده شايلك خلاص، انا كمان بفوق بلغه الكوره يعني. بالظبط كده، مظبوط فعلا. يعني انت بتشوف ايه حارس مرمى مثلا مكان اكرامي زمان، مكان ثابت البطل، مكان عصام الحضري، تحس ان هو فارق في التيم كله. احنا منتخب مصر كان في وقت مش احسن الفرق، بس بدفاعه مزبوط القوي وبحارس مرمى كانوا بنكسب البطولات الافريقيه، حتى مش بطوله صغيره يعني. فالنقطه بقى كمان ان انت اتحسب على الاهلي 4 ضربات جزاء، ودي حاجه لم تحدث في تاريخ الاهلي، ان جه عليه 4 ضربات جزاء الاربعه ما جوش، الاسماعيلي بتاعت الوحش ده في اخر بقى كام مباراه، في اخر من اول ماتش الاسماعيلي، يعني بتتكلم في على الاقل في 10 مباريات بالظبط. فالاسماعيلي ما جاتش، اف سي مصر مصطفى سلطان صدها،
وبعدين ماتش بتاع دوت ده قبل ما قبل ماتش الاتحاد مظبوط ماتش الاتحاد احمد رفعت صدها وادي كورتين صدهم بقى في ضربه الجزاء الاخيره ديت اللي هي بتاعت بديع اوك واللي بعدها اسماعيل حداده ما كمل. فاربع ضربات جزاء متتاليه عمرها ما حصلت في تاريخ الاهلي ان في حارس مرمى صد اربع ضربات جزاء متتاليه بتتحسب في مش ركلات ترجيح على فكره لا بتكلمش ركلات ترجيح مختلفه جزاء ميدانيه في المباراه اثناء المباراه لم نفسها. لم يحدث في تاريخ الاهلي ان جه عليه اربع ضربات جزاء والاربعه ما جوش في عصر الشمال. طب ده كويس قوي وده بيطمن الناس يعني بيطمننا ويطمن الناس. لكن خلينا اتكلم معاك برضو بكل امانه ان ممكن جدا وارد جدا انك بتعمل كل حاجه لكن بتبقى اخطاء زي الخطا اللي حصل في مباراة الوداد من السردباك في اول الدقائق واستغلال الخطا ان قفشه جاب جول. فعايزين نقول كمان ان انت بتطمن الناس الاهلي ان شاء الله مش هيحصل عليه رومونتادا للاسباب والارقام اللي حضرتك بتقولها بالظبط كده يعني ده كلام على الورق تمام. هي رومونتادا وارده في كل الدنيا بس الرومونتادا ما تقدرش تقول رومونتادا في كل الفرق واحده يعني ما تجيب فرقه صغيره نزل درجه ثانيه. طب ما انت ممكن تعمل عليها رومونتادا بسته. لا عندنا أمثلة على فكرة موسيماني برضو في أحد المحاضرات مع اللعيبة اداهم مثال برشلونة وليفربول. طبعا برشلونة كان كسبان 3 وليفربول في المباراة العودة كسب 4-0 الأكتر يعني بقى الريمونتادا بتاعت برشلونة ستة نفسه 6-1 اللي هي اتسمت كلمة ريمونتادا عليه صحيح. بتاع 6-1 بعد 4-0 باريس سان جيرمان. طيب عايز أخد حضرتك شوية للأجواء اللي خارج المستطيل الأخضر نروح شوية للأجواء والصحافة المغربية ردود الافعال. احنا كنا متابعين قبل المباراه كان في حمله كبيره جدا ودعم لفريق الوداد ودي الفرصه لتعويض الدوري. حضرتك شفت ردود الافعال في الصحافه المغربيه زي بعد المباراه؟ شوف هو الصحافه المغربيه هي اكتر مننا واكتر منهم واكتر من اللعيبه اتصدمت. كان في صدمه فظيعه يعني عارف انت في حاله عارف اللاوعي عارف اللي بياخد نوك اوت لكمه فبينزل ساقط واقع على الحلقه مش داري هو ايه اللي بيحصل حواليه لغايه ما يسترد وعيه شيئا فشيئا. فالصحافه المغربيه واقع الامر من ساعه المباراتين بعد مباراه الزمالك كمان هي في حاله صدمه. ليه؟ هو الصحافه المغربيه كانت تعتبر ان الوداد والرجاء فنيا اعلى من الاهلي والزمالك. هم يعتبروا زي ما هم عايزين بس هم كانوا فاكرين ان هو فنيا اعلى. نمره اتنين قال لك ان احنا اجهز. ليه؟ لان الاهلي والزمالك ما كانوش بيلعبوا على لقب في الشويه الاخرانيين بقدر ما كان لغايه الدقيقه 92 من مباراه الرجاء والجيش الملكي الجول اللي جه في الدقيقه 92 هو اللي حسم الدوري. صحيح. يعني انت بتتكلم على دوري يحسم في الوقت بدل الضايع لاخر مباراه فيه. الدوري كان رايح جاي خلال 10 دقائق راح هنا شويه للوداد وشويه للرجاء. ايوه مظبوط يعني انت الماتش خلص خلاص وانتهت المباراه 1-1 خلاص الدوري مع الوداد. مع الوداد بالظبط. مره واحده الوداد خد بالك بقى ال 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 انا بس بقول لك الاول الصحافه بتعبر ان هم جاهزين بينما مثلا ما الاهلي خد البطوله من 3 سنين فخلاص ما بقاش بيلعب يعني ما بقتش فيه رغم ان الاهلي لعب بجديه ورغم ان الاهلي ما فقدش اي نقط خلي بالك يعني وما دخلش فيه ولا جول برضه في الشويه دول بس بتلعب مش عندك ايه اصل خلي بالك اللعب على البطوله ده بس ضغط بس ده اعتقد يا دكتور ده جه عكسي يعني انا في اعتقادي الضغط العصبي خلال المباريات الدوري اللي مر بيها الوداد والرجاء لا دول خد من اللياقه الذهنيه واللياقه البدنيه بتاعتهم. ما هو انا ده اللي انا قصدي اقول لك عليه. هم ترجموها لا هم فاكرين ان ده جاهز. جاهزيه يعني الجاهز غير ده بينما هو ما حدث بقى العكس. عشان انا قلت ايه؟ قلت كده تعليق صغير كده ما رايكم الان في عوده الدوري؟ هو انت كنت هتعرف تلعب كده؟ مستحيل بهذا الشكل اللي مخلي فرقتين بيلعبوا على ملعبهم وفرقتين من المغرب منهم الوداد اللي وصل للنهائي مرتين في اخر 3 سنين ومنهم الرجاء اللي هو من الفرق العريقه في القاره وفرقه الرجاء واخده لسه دوري يعني برضو عندها معنويات ومنتشيه بالفوز ان انت تعمل هذا الفارق البدني. انت كسبت الاهلي كسب الوداد والزمالك كسب الرجاء بدني قبل ان يكون فني او اي شيء تاني. انت مسيطر ومهيمن على المباراه بدنيا ولو تفتكر ان جميع المباريات اللي انت العنصر البدني فيها متفوق لفرقه
خلاص الفرقه هو البدني هو اللي بيخدم الفني يا دكتور. انت لو مش بدني واقف على رجلك حتى لو عندك فنيات مش هتقدر تنفذها. وبالتالي الجزء البدني وكل المدربين عارفين انك الفرقه الجاهزه بدنيا هي اللي قادره تنفذ خطه او كلام المدرب، لان خلاص انت بدنيا واقف على رجلك بتعمل، لو عايز تعمل ضغط عالي بتعمله. موضوع الارتداد دوت اللي حضرتك اتكلمت عليه مهم جدا، هتقدر تعمله. هتعمله اي حاجه هتعملها في الكوره هتنفذها لو جه. فهو بقى ايه، الحسابات المغربيه اتعكست، بينما هي الحسابات المنطقيه هي كده، حسابات المنطقيه. ان ناس كتير وانا بقول الكلمه دي، ما رايكم في عوده ده؟ قال لك طب ما الدوري رجع في المغرب والفرق خرجت. لا، انت كان عندك رجوع الدوري كان فرصه كبيره جدا ان الزمالك بقى اللي هو اكتر كان معترضين على الدوري كسب مكاسب كتير. ده حقيقي، كسب ان هو كان الثالث والرابع ورا بقى تاني على الاقل اقل الوقت لغايه دلوقتي. نمرة اتنين، ان انت عارف ان الزمالك اكتر فرقة في الدوري لعبت لعيبة في الدوري 34 لاعب. هتقول ازاي والقايمة 30؟ لا، ده الزمالك لعب ستة من اللي هم تحت 20 سنة. هم اسامة فيصل وحسام اشرف وياسين مرعي وحاتم احمد عيد واحمد عيد، كل دول لعبوا في 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 تشكيله الزمالك وعدد كبير من المباريات. احمد عيد لعب 11 مباراه واسامه فيصل لعب 10. ده يعتبر مكسب للزمالك، ده مكسب كبير جدا. طبيعي. انت مكسب انك انت لعبت ماتشات كتير واستعديت بدنيا، مكسب ان انت رجعت على الاقل الوقت المركز تاني، مكسب ان انت جربت لعيبه كتير وبقى عندك عتاد. انت كان الزمالك عارف السنه اللي فاتت الزمالك ايه اللي ضيعه؟ ان هم 11 لعيب ما عندوش دكه خالص. ها، مفيش ولا لعيب لو وقع، يعني وقع حازم امام ما كانش يصح ملاعيب بقى فاق كده. لا، وقع حازم امام كان في ساعتها اسمه ايه ده بتاع تونس، النجاز، حمدي النجاز. كان حمدي النجاز موجود، بس حمدي النجاز كان مشكله في الدفاع، يعني حمدي النجاز كان بيطلع قدامه مشكله في الدفاع. كان لو عبد الله جمعه اصيب مفيش عنده اي لعيب في اي حته. هي دي نقطه مهمه جدا، ان هو بقى عنده بدائل في كل الخطوط. فأنا شايف إن عودة الدوري ليها دور كبير جدا إذا صعد الأهلي والزمالك للنهائي بإذن الله، وده إن شاء الله فرصهم سهلة بإذن الله. فالفضل في المقام الأول لمباريات الدوري اللي رجعت لعيبة كتير وودت خبرة للعيبة كتير صغيرين في السن، ودت للعيبة الأهلي بالذات أريحية جامدة جدا إن هم يستعدوا من خلالها. وإن زمان فايلر عمل روتيشن في مراكز كتيره في الملعب، جاء كمان موسيماني عمل نفس الكلام، واصبح دلوقتي تقدر تقول كده لو غاب فلان عندك فلان. خلاص احنا بدانا نقول، يعني كان قبل كده كنت دايما تقول تشكيله الاهلي الماتش اللي جاي في يطلع لك كل تشكيل فيه 4-5 متغيرين بشكل او باخر. دلوقتي بالزبط. تقدر تقول احنا عندنا تشكيله ممكن تكون ثابته والتغييرات معروفه. بالزبط. نيجي للجزئيه دي، وجود مثلا كنا بنتكلم على مروان، تفتكر ان ممكن يدفع مثلا ببادجي في المباراه دي على حساب مروان؟ ده نمره واحد. احنا شفنا النهارده لغايه دلوقتي اجاييه لسه بيتمرن مثلا لوحده، تفتكر ان ممكن جدا يبقى في طرف موجود مثلا يبدا بالشحات وليد سليمان مثلا، ويبقى اجاييه موجود على دكه البدلاء؟ ولا انت شايف ان لا، الافضل ان احنا نبدا بنفس اللعيبه وبنفس السيستم؟ بص، في ميزه جامده جدا في موسيماني من اول ما جه، رغم ان هم 4 ماتشات بس، عنده ميزه مفيش تاليف. ما بيفتيش. يعني مثلا رجل الشارع العادي كان يرى في الدفاع انت ما عندكش غير ايمن اشرف وياسر ابراهيم، فكان ممكن يقول لك ايه، انا استغل خبرات فتحي احطه هو على الطرف واحط مثلا محمد هاني جوه جنب ايه، جنب ايمن اشرف، باعتبار ايمن اشرف اجهز شويه، وياسر ابراهيم كان عنده شويه مشاكل في التغطيه وفي حاجات في الفتره الاخيره، فالعب كده. حتى دي ما قبلش انه يقلب فيها، خلاها زي ما هي. فكر انه يلعب مثلا بحمدي فتحي من البدايه، قال لك لا، للسوليه وديانج هم الاجهز، هم اللي هيلعبوا. الثلاثه اللي تحت راس الحربه، واحد في اليمين واحد في الشمال واحد في العمق، قفشه في العمق وحسين الشحات يمين واجاي شمال، هي. حتى كان هناك فكر انك انت بتلعب بره ملعبك، فعايز لعيب قوي شويه، بادجي هو اللي يبدا. بس حتى في دي كان بادجي لو الاهلي بيلعب باسلوب تاني غير ده كان بادجي ينفع قوي بره الملعب. لكن الاهلي لو كان بيلعب مثلا انه بيرمي كرات عرضيه لبادجي اللي هو مميز في ضربات الراس، كان زمان انا قلت يا ريت بادجي موجود، لان هو قوي وبيقدر يتغلب على اي حد في عنصر الطول والتيكوف بتاعه اعلى وكل شيء جوه المنطقه. بس الاهلي ما لعبش كده، فبقى مروان محسن محطة. اللي هو بيشتغل المحطه ديت في الحته ديت، وبيفتح السكه، هو اللي بيطلع لقفشه ويطلع قفشه ويدخل لحسين. مظبوط، انت حسين شحاته انفرد،
من العمق. مظبوط. مجدي قفشه خد وقطع وانفرد من العمق. جونيور اجاييه راح وسجل الكوره اللي هي كانت ممكن تيجي ضربه جزاء جول، جت ضربه جزاء من العمق. يبقى اذا انت في وجود مروان محسن طلعت الثلاثه اللي تحت راس الحربه دخلوا كلهم من جوه ونجحوا في ان هم الاختراقات الطوليه في العمق. صحيح. ودي ما كانتش موجوده، خلي بالك حتى في مجموعه لعيبه قبل كده كانت رغم جوده نوعيه اللعيبه بس ما كانش الاهلي عنده كل اللعيبه اللي هي الاطراف تعرف تخش تبقى كلها لعيبه عمق. يعني ده تلاقي واحد لعيب طرف الخط. طرف يعني شمال يبقى طرف شمال وهو ماشي على الخط على طول. حتى تلاقي وليد بقى ايه وليد يلعب شمال شويه يخش جوه يبقى يمين. حسين الشحات يمين او شمال. جونيور اجاييه ممكن يلعب في العمق كراس حربه صحيح، لعب راس حربه شادو سترايكر ممكن يلعب. يعني كلها ادوات، وانت لما يكون عندك يعني عندك المرونة التكتيكية في الحالة الهجومية ديت انت دي أولوية بالنسبة لك. ان حتى وقت المباراة شفنا مثلا نزول أحمد الشيخ ساعات أحمد الشيخ نزل فأجاييه دخل شوية بقى راس حربة، فكل دوت يديك ان شاء الله أولوية لمباراة يوم الجمعة. واعتقد ان اعتقد لو الاهلي جاب جول في اول نص ساعه او اول ربع ساعه اعتقد دي تبقى كمان ان شاء الله تبقى بروبا كمان للمباراه النهائيه. دكتور، هو طبعا المباراه ديت في المقام الاول انا شايف انها استعداد للمباراه النهائيه باذن الله ان شاء الله. يعني خليني اقول كده فنيا ومعنويا وعلى مستوى العتاد الفني اللي موجود دلوقتي واللعيبه اللي ممكن تلعب وجاهزيه عدد من اللعيبه اكتر من اللي كانوا في مباراه الذهاب كمان، باعتبار ان كهربا بقى حتى جاهز يلعب مخش. حتى شويه باعتبار ان اغلب اللعيبه بدنيا بقوا جاهزين واحتكاك بماتش الذهاب ده خلى اللعيبه تاخد ثقه اكتر ويبقى عندها دافع معنوي اكتر. فانا شايف ان الماتش ده هيكون هو بروفة النهائي هلعب ازاي، وبالذات ان انا بقت الملامح كمان واضحه ان انا في الغالب هلاعب الزمالك. يعني الاهلي هيلاعب الزمالك والاهلي عارف كل لعيب من الزمالك، فازاي بقى هتلعب على كل عنصر من العناصر دي. انت كان ما في كان مشاكل كتيره تسببت في ان اخر ماتش بين الفريقين خلى النتيجه كده، لكن دلوقتي بقت في انت حافظ عارف بن شرقي بيروح فين وعارف زيزو فين وعارف في العمق حتى لو لعب ونجم هيلعب مكان مين. خلاص الامور بقت بالنسبه لك واضحه وتبدا انت بقى تحط الاستراتيجي بتاعك بشكل اهدى شويه وبشكل منظم. يعني طبعا دكتور بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا، الوقت دايما معاك بيجري بسرعه لكن طبعا نورتنا وشرفتنا، ودايما يعني عندك ارقامك وعندك الاحصائيات اللي كلنا بنسعد بيها. شكرا ليك. انا بسعد انا كمان في بيتك الكبير ده وان شاء بيتنا الله كلنا ربنا يخليك. شكرا للدكتور طارق الادور. بعد الفاصل ان شاء الله مع الكابتن امير عبد الحميد. حابه حضراتكم مره تانية فقرتنا الحواريه دي بشرفنا فيها واحد من حراس المرمى الكبار كابتن امير عبد الحميد النجم الاهلاوي. وكابتن امير الحقيقه له مشوار حافل زي ما حضراتكم عارفين مع النادي الاهلي، واحد من اللي شاركوا اكتر من مره في المهمه الافريقيه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، واحد من اللي صنعوا انجازات كتير مع النادي الاهلي. برحب بيه ويكلمنا بقى عن كواليسه مع البطوله دي واللي جاي واللي فات شفته ازاي كل ما يخص البطوله الافريقيه. برحب بيك يا كابتن امير. انا برحب بيك طبعا يا سهام وطبعا كابتن هاني. طبعا انا سعيد جدا وببقى سعيد جدا لما اكون معاكم خصوصا يعني في قناه النادي الاهلي بيتي. شكرا. منورنا وتبقى حلقه كويسه. منورنا ان شاء الله ونستمتع بيك. وزي ما قالت سهام احنا كلنا طبعا بنتكلم على من ساعه طبعا مباراه وقبل كمان مباراه الاهلي الوداد كنا بنتكلم على النصف النهائي وان شاء الله باذن الله نكون موجودين في النهائي. قبل ما نتكلم على الجزئيه ديت عايزين نعرف برضو امير انت كان ليك خبرات في الجزئيه ديت ومرت عليك ظروف بنفس الظروف اللي احنا بنمر بيها بطولات افريقيه ونصف النهائي. كلمنا عن الظروف ديت والكواليس ديت و احساسك كلاعب ساعتها كان عامل ازاي قبل بطوله مهمه او قبل ما تخش على نهائي الافريقي. هو طبعا يا كابتن انا اولا طبعا ببارك للنادي الاهلي على الشوط الاول طبعا ماتش الوداد، وفي شوط تاني ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله ونكون مركزين ونخلص الماتش من بدري. واللعيبه طبعا عارفه الكلام ده وعارفه المسؤوليه اللي هي في دماغهم، وجمهور كبير وبطوله كبيره جدا وبيلعبوا باسم كبير نادي كبير زي النادي الاهلي، وبطوله غاليه بقى لنا فتره كبيره جدا ما خدناش بطوله افريقيا. وحضرتك عارف طبعا النادي الاهلي لما بيدخل بطوله بيبقى لازم من اول ماتش في الادوار التمهيديه عارف قيمه البطوله وهدفه ان هو يوصل للنهائي وياخد البطوله. يمكن الاجواء في البطوله الافريقيه الشامبيونز ليج الافريقي ده بيبقى صعبه جدا، بتبقى بطوله غاليه جدا للنادي الاهلي. فكرنا كده بالحاجات اللي انت مريت عليها يعني
مباريات صعبه يعني، مواقف من مشوارك الطويل مع النادي الاهلي. يعني يا كابتن اعتقد ان من اقوى البطولات اللي كانت موجوده بعد طبعا صفاقسي وجول الشهير بتاع 2008 2006 كان صفاقسي، وبعد كده احنا لعبنا القطن الكاميروني. كانت اجواء صعبه جدا، خصوصا ان انا كنت انا والحضري واحمد عادل عبد المنعم كنا موجودين، والحضري طبعا كان ساعتها مشي من النادي، ما كانش فيه غير انا واحمد، وفي نفس الوقت كان احمد لسه خبراته قليله، وفي نفس الوقت يعني كان ما كانش ينفع النادي الاهلي يقيد حارس تاني، كان خلاص القضية اتقفل وخلاص، يبقى انت قدام يعني قدام مهمه صعبه بالظبط. كانت البطوله صعبه جدا، لان طبعا يعني واحد زي الحضري قيمه كبيره لما يمشي، وخصوصا في بطوله افريقيا في البدايات اعتقد دي تبقى صعبه جدا. ولما ساعتها حصل لي اصابه كمان كان حصل لي اصابه، وبعدين كان مستر مانو جوزيه قال لي ريح، كنا بنلعب مثلا كل 10 ايام ماتش، ريحت يعني كنت بتعالج وباخد حقن، ما كنتش بتمرن خالص غير تمرينه واحده قبل الماتش، وكملت الادوار التمهيديه لحد ما رمزي صالح جنى وتأيد. كانت الظروف صعبه جدا في البدايه طبعا. وكانت ماتشات صعبه جدا، وبعد كده دخلنا بقى في الاجواء، وكان عليها ضغط كبير جدا، ان طبعا جمهور النادي الاهلي نفسه في البطوله، وكان عنده قلق بسيط وده طبيعي ان بعد الحضري قيمه كبيره ويحصل لك الدروب ده، والناس ما كانتش يعني الدنيا، بس كان عندهم ثقه كبيره جدا الحمد لله، والجهاز الفني مستر مانويل جوزيه وكابتن احمد ناجي واللعيبه، كان معانا لعيبه كبيره جدا وخبرات ساعدوني، وفي نفس الوقت يعني كانوا عندهم ثقه فيا، وكملنا البطوله الحمد لله المشوار الحمد لله. كنت عامل كمان ماتشات كويسه جدا وانا مصاب لحد ما دخلنا بقى في الادوار اللي هو دينامو زهراري، ودخلنا في انيمبا، كان انيمبا صعب جدا انك انت تكسبه، كانت فرقه تقيله جدا طبعا جدا، وقعدت 10 سنين ما تتغلبش على ارضها، والحمد لله عملنا نتيجه يعني ايجابيه اللي هو كنا متعادلين هناك 0-0، وكان الاجواء صعبه جدا، كان مطر وكان جو صعب جدا، وكسبنا هنا الحمد لله تقريبا 2-0 وصعدنا، وبعد كده لعبنا القطن الكاميروني خلصنا هنا في الماتش، بعد كده لعبنا فاينل هناك وتعادلنا 2-2. فالاجواء بتبقى صعبه وبطوله غاليه، وان اللعيبه كلها بتبقى بتسطر تاريخ ليهم، لان طبعا بعدها في كاس العالم للانديه بطوله قويه الحمد لله، ربنا كرمنا ببطوله الدوري ان شاء الله في الكاس. افتكر ان كاس العالم للانديه اتلغى السنه دي، افتكر يعني ملغى السنه دي ملغى السنه دي كاس العالم للانديه، حتى وان برضو فهي تبقى مهمه بالزبط. بطوله بيحلم بيها كل الاهلاويه طبيعي يعني. النهارده الضغوطات اللي انت بتتحدث عنها دي في توقيتكم اكيد النهارده بتعرض ليها نفس لعبتنا، وزاد عليها كمان ضغوطات من انواع مختلفه، يعني النهارده زي ما كنا بنتكلم في فكره الاشاعات اللي طالعه على شناوي وغيرها من اللعيبه، بتشوف الضغوطات دي او نوعها النهارده بيأثر على يأثر على لعبتنا، ممكن يأثر عليهم خالص طبعا يعني اكيد. وكابتن هاني رمزي يعني طبعا نجم كبير وعارف الكلام ده كويس، كل لاعب بيمثل النادي الاهلي هو عارف كويس قوي قيمه النادي، فبالتالي هو محطوط تحت ضغط كبير جدا ومتعود على الكلام ده، وخصوصا ان اللعيبه الصغيره يعني واحد زي هاني محمد هاني صغير وبيلعب وهيلعب في فاينل ان شاء الله، يعني داخل في الاجواء وعارف قيمه النادي، وفي نفس الوقت اللعيبه الصغيره اللي طالعه شاربين حته المكسب وانه بيلعب على بطوله دايما، ودايما ان هو محطوط تحت ضغط، فطبيعي كل الكلام ده اللعيبه حاسه بيه، فمش هتفرق مع اللعيبه حته السوشيال ميديا اللي بيتكلموا فيها ان غيابات شناوي او مش عارف اصابات مين او الكلام ده كله. احنا عندنا الحمد لله لعيبه كويسه، لعيبه خبرات كبيره جدا اكيد، عندنا توازن كمان في التيم، وعندنا مدرب كويس جدا عنده خبرات في افريقيا، يقدر يحط الناس واللعيبه في وقت معين، يحط سن خبره في خبره ينزل في وقت مناسب يلعب في البدايه شباب، يعني هو عنده خبرات كبيره جدا يا كابتن، وفي نفس الوقت يعني كان عامل نتائج كويسه جدا مع سان داونز، ولعب وخد بطولات افريقيا ولعب كاس عالم، فاكيد عنده خبرات، وده اللي كان النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي بيدوروا عليه، لان انت في وقت صغير يا كابتن هاني مش هتقدر تجيب واحد لسه هيتعرف على اللعيبه، ومش هتجيب حد لسه هيشوف التشكيل ويعرف مين اللعيب، لكن هو اوريدي جاي اولا عارف قيمه النادي، ثانيا عارف قيمه البطوله ان هي غاليه، ثالثا عارف لعيبه النادي الاهلي كويس، وعارف الوداد كمان، وعارف الوداد لعب ضد الوداد، فهو يعني اكيد هيقدر هيلعب بخطه كويسه جدا، اكيد ان شاء الله هيبقى في توازن، ولكن طيب قبل ما نروح للخطه امير، عايز اخد برضو احساسك، واحساسك دلوقتي مختلف اكيد وانت لعيب، يعني عايز اخد احساسك او ونقارنه ما بين وانت لاعب، انت دلوقتي حط نفسك امير هتلعب بالمباراه قبل النهائي يوم الجمعه، وامير اللي اتفرج على مباراه النادي الاهلي والوداد، شعورك كان ايه؟ كنت قلقان من مباراه الوداد الاولى؟ كنت عندك توقع ان النادي الاهلي هيعمل نتيجه كبيره؟ ونتكلم معاه على احساسك قبل يوم الجمعه هيكون عامل ازاي؟
بص يا كابتن، يعني انا يمكن والله بجد فعلا كان في ناس اهلاويه كبير يعني كبار جدا من اكبر الناس بتشجع النادي الاهلي كانوا بيكلموني متخوفين جدا جدا، قلق طبيعي، قلق طبيعي من قلق طبيعي قبل المباراه لان البطوله غاليه، مشجعين النادي او ناس اعضاء في النادي او زمايلي اللي هم اهلاويه كانوا قلقانين جدا قبل المباراه، لان طبعا هيلعبوا اسم الوداد برده اسم كويس ولعب وكسبنا قبل كده، ولكن انا كنت بنقل خبراتي او احساسي او احساسي باللعيبه ان النادي الاهلي نادي كبير، ولما بيلعب على بطوله ما بيشفر معاه بيلعب وداد او بيلعب مين، لان احنا الحمد لله وخصوصا يا كابتن احنا في اسوء حالاتنا السنين اللي فاتت انت بتوصل فاينل وما فيش توفيق. أيوه. يعني انت بتوصل حتى في اسوء حالاتك، لكن اللي انا كنت عايز اقوله ان اللعيبه يعني انت ما كنتش قلقان؟ انا ما كنتش قلقان خالص وعارف ان احنا هنكسب، يعني متوقع ان احنا كمان هنكسب طبعاً. يعني انا بيني وبينك انا القلق الايجابي يعني كنت قلقان بس عندي ثقه في اللعيبه، بس بيني وبينك برضو ان انا ما فكرتش ان احنا نكسب 2-0، يعني انا قلت ممكن جدا النادي الاهلي يقفل كويس وممكن اخر مثلا اخر ربع ساعه نجيب جول النتيجه تخرج 1-1 1-0 لينا، لكن بامانه 2-0 ما كانتش متوقعه خالص. يعني بص يا كابتن حضرتك بصيت على الجول اللي جابه قفشه، طبعا مين اللي ضاغط قفشه اللي هو المفروض بيلعب تحت السود، وفي نفس الوقت كان مروان كمان، يعني انت هو كان عنده احساس بان اللعيب بتاع الوداد هيغلط مدافع فراح ضغط، لما ضغط هو عارف قيمه بقى الجول اللي هو هيجيبه في، يعني شوف كم سبرنت يا كابتن بعد نص الملعب والتركيز، هو خلاص هو رايح على الجول، انا حاسس بيه ان هو جمهور النادي والبلد والاهلاويه كلهم في الحته دي هدفهم ان الجول ده لازم يجي، فكان مركز جامد جدا جدا وعمل ماتش كبير جدا، فانا احساسي قبل الماتش ان النادي الاهلي بيلعب على بطوله، فمش معقول هيروح هناك يا كابتن هيدافع. لا خالص كل لاحظ يعني كنا قلقانين برضو انه قفشه مع موسيماني له شكل تاني زي ما بيقولوا يعني، والحقيقه برضو في البعض اللي مستغرب النهارده انه موسيماني في التوقيت القصير ده قدر انه فعلا يعني يعمل مش يعني ياثر بالشكل الايجابي على اداء قفشه. ما انا بقول لحضرتك هو كابتن عارف اللعيبه وفي نفس الوقت هو معاه مدربين كل واحد ليه المهمه بتاعته، عنده حد بيحلل الاداء، عنده حد بتاع لياقه بدنيه، فطبيعي ان الناس دي لما جت وكان ولا انا عارفه ان هو كان بيعمل كل شويه اجتماعات مع اللعيبه وكل شويه بيتكلم مع ده وبيتكلم مع ده وعارف، فهم يعني كان في اجتماعات كبيره جدا وكان بيتفرجوا على ماتشات واكيد درسوا الوداد كويس، زائد ان هو اوريدي عنده خلفيه عن الوداد وعنده خلفيه عن اللعيبه وشاف اخر ماتشات اللعيبه اللي موجوده، فشاف مين اللي في حالته، مين اللي بعيد، مين اللي يستنى شويه، مين اللي كان بيلعب وحاسس ان هو مثلا يعني لا مش هيبدا بيه دلوقتي. هو اكيد عارف واكيد معاه طبعا كابتن سامي قمصان ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ، جهاز مهم جدا يكونوا موجودين واكيد في تواصل بينهم، فاعتقد ان الراجل فتره بسيطه قدر يلعب ثبت التشكيل اللي هو فات غير واحد او اثنين، اعتقد بدا بمروان وباديو كان بيلعب اساسي، قفشه كان بيلعب بس كان عليه ضغوطات قدر يتكلم معاه خرجه من بره الضغوطات دي لانه عنده خبرات كبيره جدا، فاعتقد ان كمان قفشه توقيت بسيط فرق توقيت صغير لان كمان هو بلغه الكره كده عدل الملعب شويه، يعني في وقت من الاوقات كان طبعا خلينا نتكلم فتره بايلر كانت مميزه جدا قبل كورونا، بعد كورونا كان في شويه لخبطه وتغيير في شكل الاداء، ودى يعني قفشه ناحيه اليمين شويه حتى ديانج لعب ناحيه اليمين، فكان في لخبطه وكان اداء النادي الاهلي مش هو الاداء، فعشان كده كنت بقول لك كان في شويه قلق لان الجماهير كانت قلقانه من مباراه الوداد بشكل كبير، لكن انا بعيد كلامك لان كمان تحس ان قفشه خد راحته شويه، يعني اداله مساحه اللعب، اداله البوزيشن اللي هو حبه، كمان الجون اللي جابه ده اكيد زي ما انا قلت قبل كده كان بتعليمات، لان الضغط من قدام دوت ده لازم يتقال رقم 10 ده لما يكون الكره مع سيرد باك لازم انت تضغط، فضغط، فكلها امور زي ما انت بتقول يا امير بتحسسنا ان احنا قدام مدير فني فاهم شخصيه النادي الاهلي، وباذن ده ينعكس ليه ان شاء الله لنهايه المشوار اللي ان شاء الله ليوم 6 نوفمبر. خلينا نتكلم على جزء مهم جدا وحراسه المرمى، وانت طبعا من الحراس الكبار واللي كان ليك بصمه في النادي الاهلي، شايف محمد الشناوي كلنا شايفينه بشكل مميز، ايه اكتر حاجه مميزه دلوقتي في محمد الشناوي انت شايفها كامير بعين بقى حارس مرمى مخضرم زي ما بنقول؟ يعني انا عاجبني جدا كابتن الشناوي الحاله اللي هو فيها مش من دلوقتي، من بقاله سنتين اعتقد، عاجبني حاله التركيز بتاعته، هو عارف التركيز طبعا
يمكن انا اتكلمت معاه في كذا لقاء بيني وبينه، قلت له انا عاجبني جدا التركيز بتاعك، انك انت ما بتشغلش بالك بالسوشيال ميديا ولا بتشغل بالك باي حد بينتقدك. في نفس الوقت يا كابتن الشناوي عارف قيمه النادي. الشناوي كان معانا جول خامس او رابع واحنا كان صغير اتمرن معانا، ما كانش فيه فرصه ليه، راح لعب كذا نادي وخد خبرات. رجوعه للنادي الاهلي يعني هو اداله ثقه جدا جامده جدا من جواه، لان هو قدر يثبت للناس ان انا كنت استحق ان انا اكون موجود في النادي الاهلي مع الحراس الكبار الموجودين. لما رجع رجع واقف على رجله بقوه. حظه كمان خلينا واقعيين ان هو كان بيلعب بدايات الشناوي في منتخب مصر او مع النادي الاهلي، ان الحضري كان خلاص يعني اخر سنينه او اخر وقت ليه ان هو يلعب، لان طبعا الحضري وجوده وهو واقف على رجله اكيد فرصته اصعب لاي حد تاني، بدليل ان النهارده في كذا حارس بيأدي بشكل كويس. فعجبني جدا الشناوي ان هو لما خد مع المنتخب ادى ثقه كبيره جدا لمصر مش للنادي الاهلي بس، من خلال مشاركته لعب ماتش كبير زي البرتغال، لعب ماتش كبير جدا ولعب كاس العالم، خد مان اوف ذا ماتش صح بالظبط. فاعتقد ان هو التركيز ده هو اللي خلاه يلعب جول في النادي الاهلي اساسي ويركز ويروح منتخب مصر. يمكن بداياته مع النادي الاهلي ما كانتش موفقه قوي، لان هو لعب في بطوله عربيه وما كانش موفق في بعض الماتشات، فكان في كلام كتير جدا. انا عاجبني فيه ان هو ما بيركزش في الكلام ده ولا السوشيال ميديا، هو مركز في تدريب بره الملعب، مركز عنده ما شاء الله ربنا يحميهم اسره عارفه كويس قوي توفر المناخ الكويس جدا ان هو يفضل مركز، لان انا اتكلمت معاه في حاجات كتيره جدا. وكمان هي شخصيته كمان كده، يعني افتكر ان اختبار الثبات الانفعالي في واحده زي مثلا الشائعه اللي طلعت عليه بالنسبه للكارت الاصفر ده اللي قال لك طلع عليه ومش هيشارك، لا قدامه فرصه واحده وكذا، وفي كذا موقف بحس انه لما بيختبر ثباته الانفعالي لا بينجح فيه، لانه ده في شخصيته اصلا محمد. وبعدين كمان هو تعرض لمواقف كتيره جدا كتير. الانقاذ اللي بينقذه للنادي الاهلي مؤثر في ماتشات كتيره جدا، وشفنا طبعا الماتش الاخير البنالتي اللي هو صده، اعتقد يا كابتن ان هو طب قول لي بقى بالنسبه لضربات الجزاء وانت حارس مرمى، انت شايف الشناوي ايه اللي بيميزه كحارس مرمى في بالذات ضربات الجزاء؟ انت عارف ضربات الجزاء دي بقى اكيد ليها برضو تدريب وليها قواعد برضو انت ادرى بيها، واحنا كنا بنتمرن مع حراس مرمى من الصعب تجيب فيها ضربات جزاء، لكن انت شايف الشناوي ايه المميز قوي في الشناوي انه فعلا ما شاء الله يعني في ضربات الجزاء تقدر تقول ان الفرصه بدل ما تبقى 99% هدف لا ممكن تنزل ل 70 و80%؟ بص يا كابتن، هو طبعا البنالتي بيبقى بنسبه كبيره جدا فيها توفيق، تمام؟ انت ممكن تتمرن على حاجه معينه وتترمي في نفس اللحظه بس ما تجيبهاش، لكن هو عاجبني فيه تركيز واتعلم من اللي قبل كده. يعني احنا شفنا ماتش السوبر اللي كان في دبي ما صدش بنالتي، والناس كلها كانت عندها امل كبيره جدا ان هو يصد واحده. مظبوط، هو ما كانش فيه توفيق في الحته دي، لكن اتعلم ابتدى يعني تدريب كمان طبعا تدريب، لان خلي بال حضرتك كابتن، هو اعتقد ان الكابتن طارق سليمان كان فارق كتير جدا مع برده مع الشناوي، نديله حقه. الكابتن احمد ناجي مع منتخب مصر والراجل الايطالي المدرب دلوقتي اللي هو اصلا عنده خبرات كبيره جدا جدا، راجل طبعا عنده خبرات كبيره جدا، بدليل ان احنا ما شفناش الشناوي بس متالق، احنا شفنا النهارده علي لطفي بعد لما كان غايب طبعا من كورونا عوده، بتتكلم في واحد اكنه بيلعب السيزون كله، بتتكلم على مصطفى شوبير لسه صغير بيلعب بالثبات ده، بيلعب وهو سنه صغير ماتشات عليه ضغوطات كبيره جدا، كابتن شوبير على النادي الاهلي مستني منه اللحظه اللي هو هيبقى كويس، الولد لعب 90 دقيقه يعني تركيز غير طبيعي، كل حاجه صح. يمكن انا كمان حتى كلمته بعد الماتش وباركت له، انا ساعتها قعدت كلمت مصطفى وقعدت عشان اتفرج عليه، لان انا فعلا انا كنت سامع ان هو جول كويس وبامانه ما كنتش شفته خالص، لكن انا قعدت عشان اقيمه في الماتش ده. يمكن انا كلمته وشجعته وقلت له خليك ماتش الترسانه، كلمته بعد الماتش على طول وباركت له. علي لطفي برده كلمته ما كانش يرد عليا، لكن كنت عايز ابارك له على الاداء. اما الشناوي طبعا يعني اتعلم من اللي فات وابتدى، يعني هو راجل كابتن النادي الاهلي، راجل واقف للنادي الاهلي، حارس مرمى النادي الاهلي، فطبيعي ان هو يبقى 90 دقيقه مركز. انا عاجبني جدا بصراحه اداؤه وتركيزه والتنافس اللي بين علي وبين مصطفى. وبعدين في نفس الوقت انا عاجبني في الشناوي كمان ان هو ما عندوش حته بتاعه الكبرياء. يعني راجل متواضع، يعني متواضع جدا، ده حقيقي، وشخصيه محترمه جدا وشخصيه طيبه جدا جدا، وعارف قيمه النادي الاهلي. فانا عاجبني تركيزه، اتمنى ان شاء الله يا رب هيكون باذن الله
ليه دور كبير جدا مع زمايله طبعا ان شاء الله ربنا يوفقهم وكل الدعم ليهم وكل الدعم لكل اللعيبه اللي موجوده والجهاز الفني ان شاء الله وربنا يسهل ان شاء الله. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا هدفنا البطوله مش هدفنا انا العب سيمي فاينل وان شاء الله باذن الله لازم واللعيبه عارفه ان انا قبل النهائي ده ما خلصش احنا لسه في شوط تاني لازم من البدايه نركز لان طبعا انت عارف الكابتن الكوره فيها متغيرات كثيره جدا صح. لكن اللعيبه ان شاء الله باذن الله مقدر المسؤوليه وربنا يوفقهم. وده يمكن اللي انت بتتكلم فيه النهارده الاستاذ حسن المستكاوي النهارده كان ليه مقاله رائعه بيقول لك يعني لا احتفال قبل انتهاء الحفله. يمكن ده بيوضح جدا اللي احنا عاملين حتى بنتكلم فيه واثرناه اكتر من مره هنا ان الشوط الاول خلاص صحيح انتهى بس مش معنى كده ان انت يعني خلاص يعني لحقت الفاينل لا لسه المشوار فاضل عليه خطوه. وفي موقف كمان في موقف كمان كان علينا احنا يعني احنا كنا بنلعب صفاقسي يا كابتن اللي هو الهدف بتاع ابو تريكا مظبوط لعيبه الصفاقسي انت عارف شمال افريقيا دايما انت عارف حضرتك يا كابتن عارف طبعا بخبراتك بيعرفوا يتعاملوا نفسيا صحيح. كويس دخلوا بعد الماتش تعادلوا معانا هنا كانوا فرحانين جدا وقعدوا وراحوا لنا الاوضه وقعدوا لنا احنا هنكسبكم وهنقطعكم هناك في تونس. مستر مانويل جوزيه ساب الدنيا كلها وراح لهم الاوضه دخل الاوضه قال لهم انا هوريكم ازاي النادي الاهلي يكسبكم في ارضكم وفي لسه شوط تاني هناك. رحنا هناك وخلي بال ده بعد المباراه على طول دخل اوضه اللبس بتاعت الصفاقسي في استاد القاهره وقال لهم احنا هنكسبكم هناك ورحنا هناك يا كابتن تعرضنا لمواقف صعبه جدا اكيد. ابو تريكا كمان كان ساعتها في صوره ليه شهير لي قبلها كان في عامل نفسي كان عندهم لعيب مش متذكر اسمه قوي كان لعيب مميز جدا قال لك هيلعب او مش هيلعب واللعيبه مصابه واللعيبه مش عارف ايه هم صدقوا نفسهم في الدقيقه 90 ان احنا كسبنا النادي الاهلي خلاص هم على فكره قعدوا يفرحوا خلاص ان الشماريخ بدات وخلاص وهم اكنهم خدوا يعني فلكن احنا كان عندنا هدف اكبر ان احنا لازم نكسب الماتش والجول جه يا كابتن في الدقيقه الرابعه من وقت ده 93 فيعني اللعيبه عارفه الكلام ده كويس وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا باذن الله ونكسب او يعني نخلص الماتش من البدايه ونحافظ على الاداء التكتيكي بتاع الراجل لان هو عنده خبرات والتوازن اللي يبقى موجود والتركيز ده اللي ممكن لا قدر الله يعملوا الوداد في العوده. احنا امبارح كان عندنا تقرير مهم قوي عن الريمونتادا وما سيحدث من مفاجآت عن عوده الريمونتادا المغربيه. ممكن ده يحصل لان انا عايز اخدك كمان لرضا الكنتاوتي اللي هو حارس مرمى الوداد وهو حارس مرمى متميز قوي وليه من كام شهر كده برضو كان بيتكلم في انه او وصف مواجهه الاهلي اللي هيقابله في نصف النهائي بالعقبه وقال انا حلمي اخطي العقبه دي وان احنا نتوج بالبطوله حلم مشروع اكيد يعني فده ممكن يحدث في المقابل. هو حقه طبعا وحق كل لاعب في المغرب وكل جمهور وكل يعني شخص في المغرب او بيشجع نادي الوداد حقه ان هو يبقى عنده امل طبعا. وده اكيد اللي المدرب مشروع يعني بالظبط اكيد ده المدرب اللي هو بينقله للعيبه واللعيبه يعني هي عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه ان النادي الاهلي نادي كبير واسم كبير وتاريخ كبير فطبيعي ان هو يعني هيبقى عنده امل وهيبقى قلقان من الماتش دوت ولكن انا احساس الشخص ان هو طبعا هيفتح الجيم واكيد الكابتن هاني طبعا بخبراته عارف الكلام ده هو جاي عايز على الاقل يجيب جول من البدايه فانا بقول ان النادي الاهلي مش معنى كده ان احنا هنهاجم من اول لحظه لكن هيبقى في توازن وهيبقى في تركيز ان احنا ان شاء الله احنا اللي نقابل ده بالمكسب لان طبعا النادي الاهلي يعني هيحط في دماغه واللعيبه حاطه دماغها ان انا هبقى اكني خسران فلازم اجيب جول اعوض ده نفسيا على الاقل يكسر لعيبه الوداد والجهاز الفني بس كنت بتكلم برضو امير يعني لو انا شايف المباراه كده كل ما الوقت هيعدي اكيد هيبقى في صالحنا وهم هيفتحوا خطوطهم اكتر لكن في جزئيه تانية اللي هو جزئيه ان هو يعني الشمال الافريقي عامه انت عارف المغرب والجزائر ويمكن تونس شويه عمليه ان هو ممكن يستفز لعيب او ممكن يخش في عمليه احتكاك بشكل اقوى وبالتالي ممكن تكون ردود افعال من لعيبه النادي الاهلي ممكن يكون في انذارات وبالتالي ممكن يدخلوك في جزئيه في وقت من اوقات المباراه انك يخرجك شويه عن تركيزك وانت في الوقت اللي بتخرج عن تركيزك ممكن هو لا قدر الله ممكن يجيب جول ولا حاجه فانت برضو تقول ايه للعيبه والمواقف دي اكيد عدت عليك داخل الملعب يعني. والله يا كابتن اكيد اللعيبه عندها خبرات كبيره جدا بتتكلم في لعيبه دوليه سواء في منتخب الاولمبي او منتخب الاول والناس اللي عندها خبرات كبيره كنت بتواجهوا ازاي ده جوه الملعب انا واجهته طبعا بس السؤال ليك يعني كنت بتقولوا ايه لبعض جوه الملعب لما حاجه زي دي تحصل واكيد مرت عليك ظروف زي ديت انهم بيحاولوا يخرجك من الجزء الفني يدخلك في مشكله يدخلك في حكم يدخلك في عنف في اعتراضات يخرجك من الجو العام لتركيزك يعني اللعيبه كلها عارفه الكلام ده كابتن وارد يحصل في المباراه لكن اللعيبه ولعيبه
النادي الاهلي دايما مركزه في الجيم. يمكن انا اتذكر موقف كنا بنلعب فريق من الجزائر كان معانا كابتن هادي خشبي كابتن النادي الاهلي وراجل محترم جدا. كان امتى كابتن امين؟ اعتقد كان 2002 تقريبا. وشفت موقف صعب جدا لكابتن هادي خشبي قدامنا. موقف كان صعب جدا واحنا ما حدش اتكلم. وكان كابتن وائل جمعه كان عايز حد ضرب يعني حد دخل بعنف ولا شتم ولا امتى كابتن واحنا نازلين الملعب؟ ده قبل المباراه كمان. ده في اوضه اللبس. ده بيخرجك من تركيزك قبل ما تنزل الملعب بالظبط. وكان قدامنا كابتن هادي قال لنا ما حدش اتكلم خالص. وكان كابتن وائل جمعه كان عايز ياخد موقف ساعتها واحنا نازلين الملعب. ودي يمكن حاجه اول مره اقولها والناس ما تعرفش الموضوع ده. ولكن احنا كلنا كنا مركزين. دخلنا كسبنا الماتش ده. اعتقد ان ابراهيم سعيد جاب الجول ده. فاللعيبه عندها خبرات يا كابتن خلاص مرت سواء في المنتخب او احنا لعبنا خلي بالك تونس كتير ولعبنا جزائر كتير ولعبنا تونس كتير كمنتخب. واللعيبه الدوليه اللي عندها خبرات شاركت طبعا كتير. اللعيبه اللي موجوده عندها مسؤوليه. يمكن انا شفت موقف او ناس كلمت عليه لما ابتدينا حسينا ان الوداد ضغطنا في الماتش اللي هناك. كان في لاعب اعتقد محمد هاني قال لك يا رجاله احنا مش عايزين نتدلع. صوته باين يعني هو حاسس بالمسؤوليه حاسس بقيمه النادي الاهلي. وكان كل مره يعني حتى بعد الهدف الثاني كابتن سيد عبد الحفيظ كان على الخط بيقول زي ما احنا نمشي زي ما احنا بالزبط. بمعنى ان احنا زي ما احنا في ايه يا كابتن مش فنيا بس في التركيز. تركيز يعني زي ما احنا يبقى ماشيين زي ما احنا بالظبط. لان في اوقات برضو امير وسهام كنا احنا كلاعيبه بعد ما بنجيب جون بره ارضنا وبنكسب 1-0 خاصه في تونس ولا المغرب بتلاقي احنا بتحس بقى لا بنرجع ورا شويه بنحس لا كفايه 1-0 فنرجع ندافع على 1-0 ده ما حصلش. كل ما النادي الاهلي الجون جه بدري في اوقات كتير جدا يا امير انه كنا بنجيب جون بدري في الدقيقه مثلا على سبيل المثال ماتش الجزائر مصر والجزائر في نهائي في 89 الجون جه برده في الدقيقه 4 حسام حسن طبعا. احساسنا طبعا الكابتن جوهري ما قالناش كده بس احساسنا ان احنا خلاص عايزين نحافظ على الجون ده فقعدنا فترات كبيره مضغطين. جدا ندافع فضغطنا بشكل كبير لدرجه ان كان في اخر اللحظات كان الجزائر كمان هتحرز هدف التعادل والهدف بتاعها يوصلها على طول يعني فالامور ديت بتبقى مهمه جدا انك تحافظ برضو على تركيزك وانك بتمشي على الاستراتيجي ان انت وده جديد يعني مش هقول جديد على النادي الاهلي لكن شخصيه الاهلي اللي انت اتكلمت عليها يا امير رجعت مع موسيماني شويه في جزئيه الفوز خارج الارض يعني. اكيد يا كابتن انت عارف حضرتك اي لاعب في النادي الاهلي لازم يبقى عنده شخصيه. حتى الصفقات اللي النادي الاهلي بيجيبها لازم بيشوف اللاعب ده هل هينقل مناسبه لشخصيه النادي بالزبط. ولا لا أكيد. لازم يبقى عنده شخصيه ولازم يبقى عارف كويس قوي قيمه النادي الاهلي فبالتالي لازم يبقى لاعب عنده شخصيه. الشخصيه دي يعني قرار في الملعب مش شخصيه ان انا لا يعني اتكلم بطريقه مش كويسه لا شخصيه يعني قراراتي تكون صح لو ما تهزش أيوة. لازم ابقى ليدر كل واحد يبقى ليدر في الملعب ودي هي دي شخصيه اللاعب اللي موجود في النادي الاهلي. فاعتقد كمان الخبرات يا كابتن مش من اللاعب بس الخبرات عندك جاسك كابتن سيد عبد الحفيظ كخبرات موجوده وكلاعب كابتن سامي مصان نفس القصه موسيماني والجهاز الفني عندهم خبرات كبيره جدا فاكيد اكيد كل الحاجات دي مرت على اللعيبه والجهاز فبالتالي لعيبه النادي الاهلي انا متاكد هم مركزين من بعد الماتش اللي هناك بعد خلاص الموضوع اتقفل وهنركز في المباراه لان المباراه دي هتوصلنا للنهائي والنهائي يبقى ده التارجت بتاعنا ان احنا ناخد بطوله افريقيا. فاعتقد ان اللعيبه ان شاء الله هتكون مركزه في الحته دي في الملعب مركزه ان ما حدش يشتتهم في الملعب زي ما كابتن هاني بيقول فان شاء الله اللعيبه تكون مركزه واكيد واعيه بالكلام دوت ويفرحونا باذن الله. طب فنيا بقى ايه ملامح قوه الوداد من وجهه نظرك انت؟ الوداد برضو يعني هو راح علينا بكذا حاجه يا كابتن وفي نفس الوقت منها البنالتي لو كان جه كان هيغير السيناريو. وخلي بالنا يعني برضو خلينا واقعيين يا كابتن الجول اللي جه بتاع قفشه هو ضغط وكل حاجه ولكن هو توفيق في ان المدافع بتاع الوداد يغلط. لو ما كانش غلط كان ممكن يضغطوا علينا ويبقى الموضوع 50-50 ويبقى لسه عندهم امل تاني. البنالتي كان هيغير سيناريو المباراه ولكن هو التوفيق كان معانا الحمد لله. ولكن كان شكل اللعيبه كويس جدا عندهم شخصيه في الدفاع مع قلب واحد في الهجوم مع بعض في توازن جامد جدا. اللعيبه كلها كانت بتادي بشكل كويس واعتقد ان هو فنيا يا كابتن هم قفلنا يعني قفلنا يعني انا في اعتقادي كان اقوى خطوطهم هو خطوط الهجوم يعني وديع اوك وعندك اسماعيل الحداد وعندهم واحد في نص الملعب اعتقد كل مفاتيح اللعب دي كنا قارينها بشكل كويس.
وقدرنا نتعامل معاها بشكل افضل، يعني بشكل افضل كمان من ان احنا كنا متوقعين. واحنا كنا متوقعين ان الوداد هيبقى فيه هو اللي بيعمل الضغط العالي، لا ده النادي الاهلي عمل الضغط العالي. توقع ان ممكن هم جدا يكونوا هم ليهم باحراز الهدف، لا ده النادي الاهلي هو اللي بيحرز هدف وكمان بيزود، وضيعنا كمان وضيعنا فرص يعني بالزبط. كمان ضيعنا فرص. فالجزئيه ديت اخرج منها واقول لك على المدير الفني، المدير التغيير برضو المدير الفني هناك لفريق الوداد 4 مرات جاموندي المدير الفني الارجنتيني عليه بعض الضغوط خلاص، يعني هو خسر الدوري في اخر لحظات وهو على اعتاب يعني الخروج من البطوله الافريقيه. تفتكر ان دوت يبقى السلاح في ايديه ان هو يحفز اكتر اللعيبه ويديهم دافع اكتر، يبقى خلاص يعني دي القشه يعني اللي ممكن يمسكها او يمسك فيها لوجوده في الوداد السيزون اللي جاي؟ هو اكيد يا كابتن هو مش هيبكي على حاجه طبعا، لان هو عارف كويس قوي انه هيلاعب نادي الاهلي وخسران 2-0، فبالتالي هو اكيد عليه ضغوطات كبيره جدا، وده بان بعد البنالتي ما ضاع يعني وفقد الامل خلاص. اللي انت كسبان يعني خسران 1-0 وجالك بنالتي تقدر تعوض وتصد، فدخل الاحباط بقى ساد الموقف واللعيبه يعني. كمان وفي حاجه كمان يا كابتن هناك اكيد حضرتك عارف الجمهور ليه دور كبير جدا في شمال افريقيا، وكابتن هاني طبعا لعب وعارف الحاجات دي كلها، بيبقى حوالي 70% من قوه الفرق اللي هي شمال افريقيا هو الجمهور. لكن مش هيفرق معانا احنا كنادي اهلي، النادي الاهلي لاعب ولعب ترجي في النهائي ولعبنا صفاقسي في النهائي والاستادات متقفله وبنكسب الفرق دي بره، لكن هيفرق مع الفرق دي على ارضهم. فبالتالي هو ده كان سلاح هم مفتقدينه، يعني ان هو عندك الجمهور مش موجود، فبالتالي ده برضو يعني مش هقول لك حضرتك مريحهم، مفيش باور ليهم اصلا، فبالتالي هم ده كان فارق معاهم جدا. اما النادي الاهلي تقريبا اول مره ما يحضرش جمهور، صح؟ يعني اول مره تقريبا ما يحضرش جمهور في المغرب في بطوله مهمه زي دي، صح؟ طبعاً. عدم حضور الجماهير بالظبط، لان هم يعني زينا برضه يعني موضوع كورونا دوت، فاكيد على العالم كله، فبالتالي الفرق اللي زي دي قوتها في جمهور بتاعها، حتى ردود يعني رده الفعل، لو حتى هم لو احنا النادي الاهلي جاب جون في اول 4 دقائق ده ضغطين كل الوقت مع الضغط وجود الجماهير كان ممكن يغير برضه السيناريو. بيبقى بالنسبه لهم رده الفعل بتكون اقوى اكيد يعني بالظبط. لكن النادي الاهلي بشخصيته يلعب قدام 120,000 متفرج بره ما فيش مشكله، بدليل ان اللعيبه وتاريخنا كله بيقول ده، ان احنا في النهايات كلها بنلعب بره قدام الجماهير وبنكسب الفرق دي بره. فبالتالي احنا عندنا اكيد طبعا احنا برضو بنفتقد الجمهور، ولكن خصوصا جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي اللي ما لعبش وفي ظهره جمهور النادي الاهلي مش هيحس بمتعه ومش هيحس بالقوه. فبالتالي احنا كنادي اهلي هنا بقى التارجت او شخصيه النادي الاهلي، ان انا التارجت بتاعي ان انا اخد البطوله. هو اللعيبه عارفه ان الجمهور في النادي الاهلي بيبقى سبورت ليهم من بعيد مش من الملعب، ولكن اللعيبه عارفه قيمه النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، فبالتالي ان شاء الله اللعيبه تبقى عندها تركيز كبير جدا وتركيز في كل حاجه فنيا ونفسيا وكل حاجه، لازم يبقى في توازن من الجهاز الفني ومن اللعيبه، وده لازم الجهاز الفني ينقله للعيبه، واللعيبه عارفه الكلام ده كويس، بحيث ان شاء الله ربنا يسهل ونخلص الماتش من اوله ونقدر نلعب ماتش كبير جدا ان شاء الله، نلعب النهائي باذن الله ويبقى ده الهدف الاكبر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. حلوه الكلمه دي، شكرا لك يا امير، شرفتنا بجد ونورتنا، وان شاء الله زي ما انت بتقول يبقى النادي الاهلي ده متعود على البطولات، ومحدش بيفتكر مين اللي لعب في نص النهائي، دايما البطوله هي اللي بتتكلم والتاريخ بيكتب البطولات، وان شاء الله تسعى باذن الله للنادي الاهلي ايا كان ان شاء الله مين الخصم في المباراه النهائيه. امير شكرا جزيلا، نورتنا بجد، شكرا لك، انا كنت معاكم النهارده، شكرا لك. دي كانت فقرتنا الثانيه، الفقره الثالثه ان شاء الله زي ما نوهنا في بدايه الحلقه هنستقبل او حضراتكم بقى هتشوفوا شريف فؤاد زميلنا هيتكلم عن احدث قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، هيتكلم كمان مع ضيفه كابتن عادل عبد الرحمن في اكيد المباراه المرتقبه بين الاهلي والوداد على استاد القاهره يوم الجمعه اللي جاي. احنا بالنسبه لنا خلصنا وهنشوفكم يوم الاحد باذن الله، واحنا بنبارك لبعض وبنحتفل بالصعود للنهائي باذن الله. شكرا ليكم، بيت الكبير. كل التحية لحضراتكم، مساء الخير أو صباح الخير لو بدأنا يوم جديد بعد الساعة 12، بسعد جدا بصحبة حضراتكم في هذه الإطلالة
اللي مفترض ان شاء الله لو كان في العمر بقيه انها تكون اطلاله اسبوعيه من خلال شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج البيت الكبير. مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في ثوبها الجديد وكل جمهور الاهلي العظيم داخل مصر وخارج مصر من المحيط الى الخليج. الحقيقه انه المفترض اتكلم مع حضراتكم النهارده عن الأجواء والمناخ العام في النادي، والحقيقة لما بنتكلم عن النادي فبيكون في المقدمة دايما الفريق الأول لكرة القدم والمهمة الإفريقية الحقيقة اللي بتيجي على رأس الأولويات، لا حديث إلا بطولة إفريقيا خاصة بعد الأداء الراقي والرائع للنادي الأهلي في مباراة الذهاب في كازابلانكا أمام نادي الوداد المغربي وفوز النادي الأهلي 2-0. هل صعد النادي الأهلي وتأهل إلى المباراة النهائية؟ بالتأكيد لا، ده شوط أول من بطولة مهمة جدا، وبقي الشوط الثاني في القاهرة بيحتاج إلى كامل الجهد، إلى كامل التركيز، إلى التوفيق كمان اللي بيلعب دور كبير في مثل هذه البطولات. فقرتي الحقيقة أو لقائي بحضراتكم هيكون مع نجم من نجوم كرة القدم على مر العصور، يعني سواء لاعب أو مدرب، وهو الكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر. بس قبل ما رحب بالكابتن عادل عبد الرحمن محتاج أتوقف مع حضراتكم حول اجتماع مجلس الإدارة اللي انعقد بالأمس. ليه هنتكلم تاني أو هنلقي الضوء على جلسة مجلس الإدارة اللي قادها الكابتن محمود الخطيب امبارح في حضور معظم أعضاء مجلس الإدارة؟ لأنها بتأتي الحقيقة في وقت بالغ الأهمية، بتأتي من ناحية قبل هذه المباراة المهمة في دوري الأبطال في الدور النصف النهائي، وبتأتي أيضا وانت بتستعد لجمعية عمومية لموسم بيلفظ أو بيحمل أوراقه، مش عايز أقول بيلفظ أنفاسه الأخيرة، موسم كروي في كل اللعبات، وبتستعد لموسم جديد، عندك أمال وطموحات، محتاج تحقق أمال الحقيقة وطموحات الجمهور الكبير والعريض. المجلس بالأمس امبارح خرجت عنه مجموعة من القرارات يمكن عرضتها لحضراتكم من خلال شاشة قناة الأهلي أيضا مع زميلي العزيزين هاني رمزي وسهام صالح في هذا البرنامج، واللي تمثل في 3-4 قرارات مهمين ذكرناها لحضراتكم، سواء ما يتعلق بفكرة التصديق، وده إجراء روتيني دايما بيتم وقانوني طبقا للوائح والقوانين، تصديق على اجتماع مجلس الإدارة السابق اللي كان في 1 أكتوبر، وأيضا جلسة المكتب التنفيذي اللي كانت في 12 أكتوبر، ثم تكليف عضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق أنديل بإعداد المقترحات والكتيب والتجهيز للجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في 27 و 28 نوفمبر المقبلين، يعني أقل من شهر، بنتكلم في 5 أسابيع. طبقا للائحة النادي الأهلي، لائحة النظام الأساسي وقانون الرياضة، بيعلن مجلس الإدارة عن الدعوة للجمعية يوم 31، وبينشر في كل وسائل النشر سواء صحف رسمية أو داخل مقار النادي المختلفة في جزيرة مدينة نصر وأيضا الشيخ زايد وقريبا بإذن الله القاهرة الجديدة في منطقة التجمع الخامس. أيضا مجلس الإدارة كلف لجنة برئاسة المهندس محمد سراج وعضوية المدير التنفيذي العميد محمد مرجان ومعاه المستشار الهندسي سامح علي كامل لمتابعة إنشاء جراج لرواد أهل مدينة نصر، هذه المساحة المهمة والعزيزة على قلوبنا، في الحقيقة مشكلة انتظار في المنطقة المحيطة بالنادي الأهلي في مدينة نصر سواء في شارع حسن مأمون أو طريق النصر، وبالتالي كان قرار مجلس الإدارة بتجهيز يعني قطعة أرض كانت خالية مقدارها 33,000 متر هتسع لألف سيارة، وبدأت فعلا شركة وطنية الآن بتجهيز هذه المساحة علشان نسهل على الأعضاء اللي بيرتادوا مدينة نصر من الدخول والانتظار بسهولة، خصوصا ده زي ما قلنا أيضا امبارح بيتسق أو بيتناغم مع جهود الدولة المصرية في إعادة الوجه الحضاري للقاهرة، مش بس القاهرة التاريخية ولكن كمان منطقة شرق القاهرة ومدخلها المهم لعدد كبير من المحافظات سواء محافظات القناة أو محافظات وجه بحري. الحقيقة أنه في عمل دؤوب وعظيم بيتم في تطوير منطقة شرق القاهرة وخصوصا مدينة نصر ومصر الجديدة المطرية عين شمس جسر السويس، كلنا لمسينه، وفتح محاور وطرق بديلة بتسهل الحركة المرورية. فالنادي الأهلي بيتناغم
مع هذا التطوير اللي حادث، هو في نفس التوقيت بينشئ الأسوار الخارجية اللي بتطل على شارع طريق النصر أو الأوتوستراد وأيضا شارع حسن مأمون لتكتمل أسوار النادي الأهلي على مساحة 54 فدان هي مساحة النادي الأهلي في مدينة نصر. هيتم إنشاء 3 ملاعب كرة قدم للأعضاء بديل للملاعب اللي هيتم الحقيقة ضمها للمنطقة الخاصة بالجراج، ودي وقفة لينا هنتكلم فيها تتعلق بحجم وطفرة الإنشاءات غير المسبوقة الحقيقة في النادي الأهلي وفروعه رغم الظروف الاقتصادية اللي العالم بيمر بيها بسبب جائحة كورونا. كان في قرار يتعلق بترشيح يعني الزميلة أو الفتاة المصرية حنان الزيني اللي بتشتغل في قطاع كرة القدم في النادي الأهلي وهي مؤهلة تماما وعندها خبرات كبيرة الحقيقة. حنان وظيفتها متابعة التراخيص واللوائح الخاصة بكرة القدم على مستوى العالم والفيفا وخلافه، والحقيقة أنه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر ترشيح حنان للحصول على دبلومة بتمنحها الفيفا بالتعاون مع المحكمة الرياضية في مجال المنازعات والتحكيم الرياضي. مش عايزين نقول أنه دايما النادي الأهلي سباق وفكرة التمكين للمرأة، لأنه الحقيقة هو ده دأب النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي اللي بيضع دايما الشخص المناسب في المكان المناسب وبيعطي لكل ذي حق حقه، وده شيء يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب. طيب، كان في قرار يتعلق بالفرع الرابع في التجمع الخامس. حضراتكم عارفين النادي الأهلي في فترة سابقة إبان الحقيقة مجلس إدارة الكابتن محمود طاهر حصل على قطعة أرض في منطقة النوادي في التجمع الخامس في القاهرة لإنشاء فرع رابع. العمل الفعلي والمخطط العام ووضع حجر الأساس كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. حضراتكم فاكرين في يعني احتفالية بسيطة كده حضرها حتى اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية والوزير الدكتور أشرف صبحي. الآن ورغم العمل الحقيقة اللي تعطل شوية خلال الشهور الماضية بسبب فكرة الحظر الصحي والتعامل مع جائحة كورونا، إلا أنه الشركة اللي بتعمل مع الهيئة الهندسية نجحت في تنفيذ 70 أو 80% الحقيقة من البنية التحتية وبدأت عملية الإنشاءات بسرعة كبيرة جدا. طيب، إمتى نقدر نفتح الفرع؟ فرع التجمع الخامس إن شاء الله يفتتح في شهر يونيو أو يوليا على أقصى تقدير 2021، يعني بعد 9 شهور من دلوقتي. المرحلة الأولى دي بتمثل 70% من قيمة الإنشاءات الموجودة في فرع التجمع الخامس اللي هو أيضا 50 فدان، ودي مساحة كبيرة، وبالتالي يقدر أعضاء النادي الأهلي وهم كثر الحقيقة اللي تسابقوا على الانضمام لعائلة النادي الأهلي والحصول على عضوية فرع التجمع الخامس من ممارسة الرياضة وزيارة الفرع، والحقيقة يبدأوا يمارسوا حياتهم طبقا للاشتراك اللي تقدموا به. طيب، هل الأمر انتهى عند هذا الحد؟ لا، الحقيقة لم ينتهى عند هذا الحد. مجلس الإدارة كان عنده قرار سابق يتعلق بفكرة أنا شخص الحقيقة العقد شراكة المتعاقدين، يعني قررت أني أشترك في النادي الأهلي وأصبحت عضو من أعضاء النادي الأهلي، عضو فرع حتى. طيب أنا مستفيد إيه طالما دفعت مقدم وبدأت أدفع إقساط واشتراكات؟ مجلس الإدارة قال لك لا، من حق العضو اللي اشترك في التجمع الخامس إنه يقدر يروح الجزيرة، يروح مدينة نصر، يروح الشيخ زايد، وابنه كمان يشترك في الأكاديميات ويحصل على خصم أو يدفع نفس رسوم اللي بيدفعها العضو العامل أو عضو الفرع الثاني اللي بيستخدم حمام السباحة، الأكاديميات المختلفة، سلة، طايرة، يد، تنس طاولة، تنس، ألعاب قوة. زي ما حضرتكم عارفين النادي الأهلي عنده ما يزيد عن 20 لعبة في هذا المجال، وكمان الأعضاء يقدروا يدخلوا بالمجان طالما ابنك مشترك في الأكاديمية العضو اللي هو عضو التجمع الخامس، وفي نفس الوقت في تخفيض 50% على التذاكر لأعضاء التجمع الخامس اللي قرر المجلس أيضا إصدار بطاقات عضوية ليهم مؤقتة يقدر يدخل بيها بعد الحصول على تذكرة بتخفيض 50%، وحتى لو معه ضيف أيضا يقدر يدخل. وده الحقيقة منهج النادي الأهلي، طالما النادي الأهلي قرر يكبر عيلته وينتشر ويعمل فروع في المحافظات المختلفة. حضراتكم فاكرين فرع الأقصر في طيبة اللي العمل فيه أيضا على قدم وساق، فبالتالي النادي الأهلي بيحترم وأعضاؤه جدا زي ما بيحترم جمهوره، لأن احنا لما بنتكلم عن عائلة النادي الأهلي بالمناسبة الجمهور بيأتي في المقدمة، مش بس أعضاء الجمعية العمومية، وأنا بقول الكلام ده وأنا عضو جمعية عمومية، لكن أعضاء الجمعية العمومية بالأساس هم جمهور
جمهور محب للنادي الأهلي والقيم والتاريخ والمبادئ وفكرة التسامح والتعامل الراقي، وبالتأكيد الانتصارات المتوالية اللي بيحققها النادي الأهلي عبر تاريخه، واللي وضعته في المقدمة في مقدمة أندية العالم كأكثر أندية العالم حصولا على البطولات. ليه أنا وقفت الوقفة دي الحقيقة عن اجتماع مجلس الإدارة امبارح؟ لأن عايز أتكلم الحقيقة قبل ما رحب بالكابتن عادل عبد الرحمن عن الطفرة الإنشائية. هبدأ معاكم بالشيخ زايد. حضراتكم فاكرين أنه كابتن محمود الخطيب كان بيرأث بعثة النادي الأهلي في المغرب في مباراة الذهاب أمام الوداد، بمجرد العودة بسلامة الله لأرض الوطن تاني يوم الحقيقة كان حريص أنه يعمل زيارة رافقوا فيها عدد من أعضاء مجلس الإدارة، منهم أمين الصندوق خالد الدردلي ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مع حفظ الألقاب طبعا والمستشار الهندسي للشيخ زايد. فرع الشيخ زايد الحقيقة فرع في مكان أكثر من ممتاز، فرع راقي وجميل، وأي حد بيدخله بيشعر براحة نفسية الحقيقة، وشاهد طفرة كبيرة جدا في مجال الإنشاءات. من فترة احنا احتفلنا بافتتاح مجمع بنوك، وهي مجموعة بنوك وطنية، بنك مصر والأهلي والقاهرة، لخدمة أعضاء النادي الأهلي في الشيخ زايد. الآن الحقيقة بيتم أيضا في إطار الخطة الموضوعة للإنشاءات إنشاء مبنى اجتماعي على أعلى مستوى لأعضاء النادي في الشيخ زايد، بيتم إنشاء شهر عقاري ومسجد، بيتم إنشاء صالة كاراتيه دورين فيهم ثلاث ملاعب أو ثلاث بوصات طبقا لتعبير لاعبي الكاراتيه يعني، أيضا بيتم إنشاء ثمان ملاعب سكواش، بيتم إنشاء ملعبين على أعلى مستوى للأكاديميات بالإضافة للملاعب الموجودة. وبالتالي بمجرد الانتهاء الحقيقة من هذه الإنشاءات بيصبح فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد المدينة الرائعة الجمال الحقيقة فرع أوروبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وده عهد قطعه على نفسه مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، مش بس منذ توليه مسؤولية إدارة النادي الأهلي، ولكن حتى أثناء طرحه لبرنامج عائلة النادي الأهلي وبرنامجه الانتخابي. طيب الحقيقة خلص في الشيخ زايد، ومن غرب الجيزة إلى شرق القاهرة إلى النادي الأهلي في مدينة نصر في نفس اليوم ليتفقد أيضا عملية الإنشاءات. الحقيقة أنه أهلي مدينة نصر كان ليه نصيب الأسد من الخطة الإنشائية الطموح اللي بتتنفذ داخل النادي الأهلي، بعد ما تم الحقيقة تطوير المنطقة الترفيهية وإعادة صياغتها وتعمل فيها حمامات سباحة لأعلى مستوى وحمام أمواج، ودي أول مرة الحقيقة يتم في الأندية المختلفة، بالإضافة إلى المكان اللي تم عمل يعني فيه أماكن للأعضاء اللي بنسميها منطقة الفود كورت الجديدة مكان ملاعب التنس القديمة، وتم أيضا عمل بوابتين على أعلى مستوى بتقنيات وتكنولوجيا متقدمة جدا، وبتسمح للعضو أنه يدخل بالكارنيه بتاعه وصورته بتظهر. والحقيقة في إطار أنه الأهلي حريص على الأخذ بكل أسباب التقدم، أيضا مازال في عمل يتعلق بإنشاء الجراش اللي قلت لحضراتكم عليه. بعد انتهاء الجراش تقريبا مش هيبقى فيه أرض موجودة في مدينة نصر خالية، لأنها هتكون كلها مستغلة بشكل كبير جدا، وفي كثافة كبيرة الحقيقة بتروح النادي الأهلي في مدينة نصر. عشان كده كان مجلس الإدارة مهتم جدا بالأعضاء اللي بيرتادوا مدينة نصر للحقيقة الجلوس والاستمتاع بحدائق النادي وكل الأماكن المختلفة فيه، أو الأعضاء اللي أبنائهم بيمارسوا رياضة، ودي نسبة كبيرة جدا بتمارس الرياضة سواء في قطاع الناشئين والأكاديميات وسلة وطايرة ويد وحتى حمامات السباحة، مجمع حمامات السباحة. بيتم أيضا إنشاء ثلاث ملاعب خماسية للأعضاء علشان يمارسوا فيها كرة القدم. طيب ده كان من ضمن المخطط أو من ضمن الخطة اللي ألزم بها مجلس الإدارة نفسه. الحقيقة ده كان من ضمن الخطة، وبالعكس في أمور بتستلزم أنه مجلس الإدارة يسبق فيها الخطة الزمنية للإنشاءات علشان يوفر الراحة ويلبي طموح وطلبات الأعضاء. فمدينة نصر بتشهد طفرة كبيرة جدا، بالتأكيد اللي بيرتادها شاعر بيها، وهو أمر ملموس. ربما نقدر نعرض لحضراتكم من آن لآخر هذه الطفرة الإنشائية ونعمل عنها توثيق وأفلام تسجيلية، لأنه الأمر بس مش مجرد خدمة لأعضاء النادي في الأهلي، لا، من حق كل مصري أنه يفخر أنه يكون في مستوى إنشاءات وفي نادي زي النادي الأهلي على أرض هذا الوطن العظيم اللي احنا كلنا بنسعد وبنفخر بالانتماء ليه، وهي مصر الكبيرة المظلة اللي بتجمعنا.
اخيرا قبل ما ارحب بكابتن عادل عبد الرحمن، مقر النادي الاهلي العريق، المقر التاريخي في الجزيره، وحضراتكم عارفين ان المقر في مكان مهم جدا وبينحصر بين فرعين النيل ومساحته تقريبا 17 فدان وفي ملعب مختار التتش. الحقيقه انه كان فيه مدرج تم بنائه في عهد مجلس الكابتن حسن حمدي، وكان فيه تطوير كبير. كابتن محمود الخطيب اهتم جدا بفكره توفير كل مستلزمات الفريق الاول لكره القدم، فعمل يعني قاعه اجتماعات، غرف خلع ملابس، جيمنيزيوم خاص باللاعبين، اجهزه استشفاء على اعلى مستوى، وده ايضا افتتح تقريبا قبل سنه من الان. الدور الثاني بقى بيتم تشطيبه الان، وده بشكل مكلف يعني علشان باقي الفرق، ما هو مش بالتأكيد كل إمكانيات النادي موجهة فقط للفريق الأول لكرة القدم، لا، في الحقيقة فرق جماعية كمان بترسم البسمة على وجوه الجماهير الأهلوية، السلة وخصوصا فريق الطايرة، وكل تحية ليهم الحقيقة محمد مصلحي ورفاقه، علشان الدور الثاني يكون خاص أيضا من غرف خلع ملابس وقاعات محاضرات وقاعات مختلفة لهذه الفرق. بيتم الانتهاء الحقيقة ووضع اللمسات الأخيرة للبوابة، البوابة اللي على شارع صالح سليم أو اللي كنا بنقول عليه زمان الجبلية في مواجهة المرسى، ثم بوابة المعلمين هيتم العمل فيها على الفور. مجلس الإدارة في الوقت اللي بيدعم فيه كل الفرق الرياضية وعمل موسم عظيم جدا في كل اللعبات الحقيقة، وما زال بيدعم وحريص على دعم الفريق الأول لكرة القدم بعد الاستعانة ببيتسو موسيماني، كمان في أخبار طيبة بشأن الصفقات وتدعيم الفريق علشان بناء فريق يليق بالنادي الأهلي ويقدر يتصدر كعادته دايما خلال العقد القادم أو العقدين القادمين يعني 10-20 سنة القادمة، لم يغفل أبدا لا جمهوره ولا أعضاء النادي الأهلي اللي هم الجمعية العمومية اللي ليهم الحق في اختيار هذا المجلس. طيب في حلم كبير ممكن حد يسألني، وبالفعل كتير من الجماهير بتسأل عليه، طب فين الاستاد؟ والكابتن محمود الخطيب وعد انه هيكون النادي الأهلي عنده استاد. حضراتكم فاكرين احنا قلنا من شهرين انه الكابتن محمود الخطيب كلف السادة أعضاء مجلس الإدارة الحقيقة بثلاث لجان مهمين جدا ولإنشاء الشركات الخاصة به، سواء شركة استاد الأهلي أو الشركات الأخرى المتعلقة بكرة القدم، لنواكب أيضا الطفرة الحادثة في العالم. في نهاية شهر ديسمبر ستتقدم اللجان المكلفة وهم خبرات الحقيقة متنوعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة للمجلس بما انتهت إليه الدراسة. هو بالأساس فيه الدراسة وفي خطة أعدها الكابتن محمود الخطيب وقدمها للمجلس. المجلس الحقيقة بيتعمق وبيدرسها بتأني وبروية وبيستعين بالخبرات اللازمة للخروج إلى النور. في نهاية شهر ديسمبر تبدأ الخطوات الفعلية لخروج شركة استاد الأهلي إلى النور وأيضا شركة كرة القدم، ومع بداية عام 2021 إن شاء الله يكون عندنا أخبار طيبة بشأن بدء العمل الفعلي في استاد النادي الأهلي، علشان قبل ما تنتهي مدة المجلس ده يكون الراجل أدى الأمانة، يكون محمود الخطيب وزملائه في المجلس أدوا أمانة المسؤولية اللي كلفوا بيها من جمهور النادي الأهلي أولا ومن أعضاء النادي الأهلي ثانيا. بعد الفاصل كابتن عادل عبد الرحمن على شاشة قناة الأهلي وآخر فقراتنا الحوارية في برنامجنا البيت الكبير. زي ما وعدتكم هيكون ضيفي هو نجم مصر والنادي الأهلي الكابتن عادل عبد الرحمن. اسمحوا لي أرحب بيه في البداية. أهلا بيك يا أستاذ شريف. أهلا بيك. لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي والوداد، بقي شوط يعني في القاهرة. أكيد. مش فكرة ان احنا بنتكلم وبس عن المباراة، احنا بنحاول ناخد زوايا مختلفة تمام لتخفيف الضغط عن اللاعبين وتوضيح الصورة كاملة امام الجمهور. خلينا نتفق في البداية كابتن عادل انه النادي الاهلي لم يتأهل بعد المباراة النهائية، متفق ولا مختلف معايا؟ اول حاجة طول عمرنا احنا بنحسب المكسب، حتى مكسب بطولة الدوري لما البناط بتاعتنا بتبقى اكتر من عدد الاسابيع. تمام. بمعنى لو فاضل خمس اسابيع وفي حوالي 16 بونت بيبقى الدوري لسه في الملعب حتى لو انت فارق 15 بونت. ما بالك بقى مباراه افريقيا، مباراه افريقيا بالذات يعني هي شوطين، حتى التكتيك بتاع اي مدرب بيعمله على شوطين، الشوط الاولاني مباراه الذهاب والشوط الثاني الاياب او بالعكس. فانا افتكر ان احنا قطعنا شوط واحد، لعبنا شوط واحد، يعني ما فيش مباراه ما بتتلعب من شوط واحد، هي المباراه بتتلعب شوطين. احنا الشوط الثاني هيبقى في مصر هنا، النتيجه 2-0 نتيجة جيدة كويسة، ولكن كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد
والعرق ويعني ما تديلهاش امان قوي. شفنا كبريات الانديه على مستوى العالم بتفوز على ارضها 2-3 وبيحصل العكس. انا مش قادر انسى مباراه برشلونه وليفربول السنه اللي فاتت في دوري الابطال. لا برشلونه كسب 3-0 في برشلونه وخسر 4-0 في ليفربول في غياب محمد صلاح مثلا. فدي حقيقه، علشان كده بقول لك ان لن نتاهل بعد، بس احنا عندنا ثقه في اللاعبين وفي الجهاز الفني. شوفوا احنا طول الوقت عندنا ثقه فيهم، ولكن كره القدم لا تعترف الا بالعطاء، بمعنى احنا لعبنا الشوط الاولاني كويس، الشوط الثاني لازم نلعبه كويس علشان نتاهل ونعدي الدور ده. احنا دائما بنقول الكره لسه في الملعب، اللعيبه لازم تجاهد، اللعيبه لازم تنزل، والنتيجه 0-0 في مصر وليس النتيجه 2-0، ودي حقيقه، بمعنى انك 0-0 لكن تتاهل لو تعادلت 0-0. يعني لازم تدخل في دماغ اللاعبين كده، ويمكن دي شغل المدربين والشغل النفسي، ان انت لازم في الوقت اللي انت بتقول للاعب فيه انك انت ما تاهلتش، ولكن بتديله الثقه علشان ما يفقدش الثقه في انه انت نتيجتك ايجابيه، ولكن برضو الى الان لسه ما حسمتش الموقف. ده بيخليني اسالك على طول عن رؤيتك الفنيه للمدير الفني بيتسو موسيماني. من المبكر طبعا احنا نتكلم عن امكانيات الرجل يعني، لكن هل يمكن القول انه هذه المباراه مباراه الوداد يعني بمثابه انطلاقه حقيقيه لموسيماني؟ شوف، هو دايما المدرب لما يجي يمسك تيم جديد ليه بيبان شغله اللي هو الرؤيه بتاعته الكامله بعد اكتر من 3-4 شهور المفروض يعني، ولكن هو بيختبر وبيدخل في اختبارات مبدئيه. هو نجح في كل الاختبارات المبدئيه اللي اشتغل فيها، مباراه الدوري نجح فيها نجاح بار، ومباراه الوداد نجح فيها. ولكن خلينا نتكلم بقى من 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 جهه ثانيه او من نظره ثانيه. الموضوع انه في الوقت اللي انا بحيي فيه موسيماني انه ادى الاداء دي، لازم احيي فيه طبعا مجلس اداره النادي الاهلي اولا. ليه بقى؟ اللي الناس مش واخده بالها ان استقرار تيم الكوره في الوقت اللي احنا فيه، كان عندنا مشكله مع فايلر ماشي قاعد، فانا مفيش استقرار. في ثلاث نقاط لازم نتكلم فيهم. النقطه الاولانيه صبرهم وسكوتهم ساعه الفترة بتاعت فايلر، قاعد ولا ماشي، قاعد ولا ماشي، مفيش تصريح طلع، وده احترافية كاملة. كانوا بيشتغلوا ولكن مفيش تصريح كان بيطلع. الحاجة التانية المهمة، تاني نقطة، ما ادوش فرصة للاعبين يبقى عندهم لغط مين المدير الفني بتاعنا، دي سهلت الأمر إن هم يبقوا في حالة تركيز. كان في توفيق وتصرف احترافي على أعلى مستوى الحقيقة. النقطة في إنهاء التعاقد مع فايلر و الاتيان بموسيماني وفتره زمنيه كابتن عادل، لا ما خلوش الفرقه تبقى فيها شتتة لغط، وفيها احنا لعيبه كوره ومدربين في الوقت الحالي. انا كنت لاعب كوره، لما كان بيحصل موقف عندنا اوضه اللبس واحنا بنقعد نتكلم مع بعض بنبقى مشتتين، مين اللي جاي لنا، طب هيجيبوا مين، هنعمل مين. ما ادوش الفرصه للعيبه دي علشان كانت الفتره حرجه قوي، ودي لازم نحييهم عليها. الحاجه الثالثه بقى، النقطه الثالثه اللي انا عايز اتكلم فيها، انك انت سباق في كل شيء، النادي الاهلي طول عمره كده، انك انت خارج الصندوق بتشتغل مش لازم من جوه الصندوق. يعني كل الناس قالوا اوروبا، لا مدرب اوروبي، انت اول تجيب مدرب من جنوب افريقيا انت كنادي اهلي، فتجربه جديده انت جبتها من خارج الصندوق، ودي تحيه ليهم. ارجع بقى للجزء الثاني اللي هو توفيق او شغل الجيد اللي عمله موسيماني. نبدا متحية الأول أنا بقولها لسيد عبد الحفيظ ولسامي قمصان، لأنه ساعدوا المدرب كويس إن هو يدخل في الأجواء سريع وفهموه إيه الموضوع، وهو أكيد دارس وعارف. لكن خلي بالك برضو مهم جدا الناس اللي موجودة في الجهاز الفني المصريين يأهلوه على نفسية اللاعب كمان، في لاعب لأنه أنت بتتكلم في شخصيات مختلفة عن اللي كان بيدربهم قبل كده. مهما حصل فاللعيب المصري بتاع شمال أفريقيا أصلا غير الناس بتوع جنوب أفريقيا والغرب أفريقيا وجنوب أفريقيا، فلازم تعرف أنه تأهيلهم ليه برضو دي كانت حاجة كويسة. وهو كمان دخل في المنظومة، اولا مدرب مش بيتفزلك كتير، مش واقعي جدا، وبيحط كل لاعب في مكانه يعني الحقيقه. والله شوف، انا شفت له مباراه انبي مثلا لما غير احمد فتحي، ولكن قدرات احمد فتحي تخليك تعمل بيه اللي هو كان مجبر بقى في موسيماني، ما هو قدرات احمد فتحي صحيح. لازم تعرف ان اللي تخليك يعني وانت بتعملها تبقى مرتاح جدا، دي حاجه دي مهمه.
الحاجة التانية المهمة، هو كمان موسيماني الراجل يعني عاوز أقول لك إن هو يعني واقعي قوي، ما بيقلفش كتير. أنا شفته في مباراة الوداد، عجبني حاجة مهمة قوي في مباراة الوداد، إنه كلاسيكي، يعني ما جاش خاف من المباراة وقال لك ألعب، لا، لعب بالتوازن، لعب بطريقة اللعب اللي احنا لعبنا بيها طول الوقت، اللي هي 4-2-3-1، ونفس اللعيبة في نفس المكان، قفشة في مكانه، وكل لاعب كان بيلعب في المكان اللي هو متواجد فيه. طيب، عندي سؤال تاني عن خبرات موسيماني الإفريقية وإزاي هتدعم النادي الأهلي في هذا المعترك، بعد ما نشوف هذا التقرير عن مباراة الأهلي والوداد وهو حسابات مختلفة. خلونا نشوف التقرير وارجع لكابتن عبد الرحمن تاني. أنا بس الحقيقة مش عايزين نبني حسابات على أي معطيات أو مباريات سابقة، لأنه كل مباراة لها ظروفها الخاصة، في التوفيق وعدمه زي ما قلنا، في حالة اللاعبين، في مدى توفيق المدير الفني، في الملف التحكيم، وحضراتكم عارفين بيكون مؤثر قد إيه. زي ما كابتن عادل عبد الرحمن قال، النتيجة 0-0، إحنا داخلين وبنعتبر إن دي مباراة واحدة في نهائي كاس لازم أفوز بيها عشان أحقق البطولة، صح كابتن عادل؟ اكيد طبعا. لا يعني دايما احنا الاحصائيات ما بتفيدش قوي، احنا احيانا الاحصائيات بتبقى بتخدع. يعني مثلا لما تيجي تتكلم على فاينل افريقيا مثلا، عمرك ما بتتكلم على اداء الفرقه بعد سنه، بعد اتنين، بعد ثلاثه، بتتكلم على المكسب فقط لا غير. انت بتقول ان انا كسبت البطوله. يعني مثلا لما انت جيت تعمل احصائيه ما بينك وما بين الوداد، تقول انت خد البطوله قد ايه وخد المباراه، لكن ما بتقولش ادائهم كان عامل ازاي. صحيح، دي العبره دايما بالخواتيم، بالنتيجه اكيد. وبعدين زي ما اتفقنا ان دي مباراتين، ان شوط اولاني وشوط تاني، ودي حاجه مهمه جدا. ولكن المهم في المباراه القادمه للنادي الاهلي ان هو الحسم بتاعه، انا متاكد تماما ان هيبقى تاني شوط، لانه مش مطالب منك انك انت، يعني انا سمعت في التقرير انه كاكا انك انت علشان تعوض اللي هو عمله قبل كده، الكلام ده مش في كره القدم. صحيح. احنا بنتكلم على فرقه احنا بنلعبها السنه دي بس، يعني انا مش دعوه بالماضي. انا عايز اعدي علشان افكر في المباراه اللي بعديها. الحاجه الثانيه المهمه، ما بنخطيش الدور الثالث قبل الدور الثاني، فبمعنى ان احنا كل التركيز منصب فقط في هذه المباراه فقط لا غير. طبعا مفيش. الحاجه الثانيه بقى اللي انا عايز انوه عنها، انت ممكن تلاقي الوداد افضل من لعب عنده في المغرب. طبعا. ليه؟ لاسباب. السبب الاولاني، خلينا نبقى واقعيين، ما عندوش حاجه يبكي عليها، هي فرصه واحده بالنسبه له. مفيش ضغط جماهيري. تمام. مفيش ضغط نفسي، يعني احنا بنقول سبب مهم قوي. فضل. قوي بقى ايه هو؟ انت بتتكلم في وقت انت جيت تلاعب الوداد والرجاء كأهلي والزمالك، انت بتلعبهم بعد طحن دوري بينهم ومن بعد لمدة 5 أسابيع. انت في ال5 أسابيع كنت حاسم بطولة الدوري، ونادي الزمالك كان بيلعب بأريحية شوية، كان بينافس على المركز الثاني ولكن كان بيلعب بأريحية شوية. ولكن انت بتتكلم في دوري المغربي كان حامي جدا، دوري قوي جدا، بدليل هو حسن في المباراه النهائيه بينهم، ده حسن في اخر دقيقه. الناس طالعه من كورونا زينا زيهم تماما. لا، الاعداد عندهم شويه والغيابات عندهم مؤثره ما فيش شك. لا انا يعني اللي انا عايز اقوله لك ايه، انت فتره الراحه السلبيه اللي كانت في مصر زيها زي المغرب. ولكن في حاجه مهمه، انت في الرجوع بتاعك، انت رجعت الدوري اتحسن بعد 3-4 أسابيع من الكورونا لما رجعت، فيبقى عندك وقت كبير قوي، كنت عندك راحه تعد للمباراه. لكن هم كان ما بيفكروش في مباراة الأهلي خالص إلا بعد مباراة الدوري. فلما خسروا الدوري وحصل لهم الإجهاد وحصل لهم الكورونا اللي جات للعيبة، ممكن هيخف عندهم لعيبة، فيها هيعوضوا لعيبة تاني، هيبقى عندهم راحة أكتر، فالمباراة هتبقى فيها صعوبة. عشان كده أنا بقول لك إن المباراة هتبقى في مصر أصعب كتير جداً من اللي هي في المغرب. يمكن المغرب كانت ظروفها مؤاتية لنا قوي، علشان كده مجهودنا وقوتنا لازم تبقى أكتر من المباراة بتاعة المغرب. طيب، عايز أسأل حضرتك سؤالين. سؤال يتعلق بالحديث الدائر دايما حتى الجمهور بيردده، خبرة موسيماني الإفريقية. تمام. ومواجهته مع الفرق شمال أفريقيا بشكل عام، مش عايز أقول الوداد بس، وكمان تعامله أو إدارته الإنسانية والنفسية، مش بس الإدارة الفنية كابتن عادل. يعني
كتير من المحللين شايفين انه موسيماني نجح نفسيا في اعاده عدد كبير من اللاعبين زي قفشه ومروان محسن لحالتهم وبالتالي التالق والتسجيل وخلافه. انت شايف النقطتين دول ازاي؟ احنا اتكلمنا على الطبيعي وخلينا نبقى في عقلانيه في كلامنا ان المدير الفني بيبان شغله الفني بعد فتره ولكن شغله النفسي بيبان من اول يوم. هو نجح في الحته دي. واي مدرب جديد اول حاجه بيشتغل عليها العامل النفسي. صحيح وده مهم. الحاجه الثانيه العامل النفسي ده يمكن في كتير من المدربين اذكياء جدا بيجي يدرسوا ما قبل من اللي حصل للعيبه. بمعنى في لعيب ممكن يكون حصل موقف مع المدير الفني اللي قبل كده ممكن يكون موقف مع الجمهور ممكن يكون موقف مع المباريات نفسها. انت لازم بتكون المدرب الشاطر انه يجي البلان ده عنده كله فاهمه كويس عارف اللعيب ده ايه الموقف اللي بينه وما بين الجمهور هقدمه امتى هعمله امتى. موسيماني شاطر في دي نجح فيها وانا اقول لك نجاحه مع الجهاز الفني كله يعني حتى الجهاز الفني اللي جايبه حتى كمان الجهاز يعني انا عايز اشكر مدرب حراس المرمى بتاع النادي الاهلي في اللي هو كان ميشيل يانكو ده مستمر معانا من الجهاز الفني السابق انا معجب بيه جدا عارف ليه عشان حاجه مهمه جدا انا اعرف الشناوي كويس يمكن انا انت حضرتك حكيت لي حاجه على الشناوي وانا عارف انه كابتن عادل عبد الرحمن لما كان ماسك في مواليد 88 حضرتك بتدربهم انت اللي جبت الشناوي النادي الاهلي بتاع الناشئين في اول مره يعني اشتريته من حمول شفته وقمت قلت لهم لازم نشتريه واشتريته ولعب معايا اول دوري هو في حياته يعني الولد هايل الحقيقه شخصيه كويسه قوي وكمان انا شايف المدرب الحراس عنده ميزه يعني مش اوروبي اللي هو يعني الطابع اللي هو الشرقي دخل في المنظومه بسرعه عنده الحته النفسيه يعني هو اللي تحول ده هو واصل معاهم لاعلى مستوى الحقيقه كل حراسنا يعني لا وهو اللي تحول بمعنى ايه بمعنى احيانا الاوروبي بياخدك للنحل هو اللي تمصر يعني هو اللي تمصر دي حقيقه لا ومش تمصر وبس تحس ان هو متربي في النادي الاهلي بقاله عمر وسنين فتبص تلاقي ان حتى الجمهور بيحبه قوي لانه يعني تحس ان هو في حب قوي دي عايده على الشناوي دي حقيقه انا شايف ارتياحيه للشناوي شايف كمان مستوى مصطفى شوبير بيعلى علي لطفي لما لعب مستواه عالي ودي حاجه كويسه قوي احنا نقدر نقول انه حراسه مرمى النادي الاهلي الحمد لله ربنا يكفيهم شر الاصابات في خير وفي امان كابتن عادل يعني عندنا الشناوي حارس رقم واحد في مصر ربنا يحفظه أكيد. علي لطفي ادى اداء رائع جدا فعلا في اخر مباراه ان شاء الله لما ياخد مصطفى شوبير بقى يعني احنا يعني احيانا كمسؤولين ما بنحبش نتكلم عن حد علشان يعني بتبقى شهادتنا مجروحه وبنبقى ممنوعين من الكلام ده لكن لما بنكون بنتكلم في الاعلام وتحليل لا لازم نقول ان الولد ده هيكون اعظم من احمد شوبير لا ده بمراحل هو عارف كده لا هو عارف كده يعني والكابتن شوبير عارف كده. اي حد عنده قدرات بتبقى يعني في مهاره اساسيه ومهاره مكتسبه الولد عنده المهاره الاساسيه والمهاره المكتسبه شخصيه كويسه قوي يعني كل اللي بنسمعه من اللاعبين عنه وعلاقاته على حاجه على اعلى مستوى صاحب قرار صاحب شخصيه فنيا الولد عالي جدا وتتكلم عن 19 سنه فطبيعي جدا انه بعد سنه ولا اتنين يبقى يعني في 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 الصداره مش عايز اقول لك حاجه ودي حقيقه يعني انا لما جيت امسك الفرقه الرديف بتاعه النادي الاهلي او الفرقه الثانيه بتاعه النادي الاهلي ما كانش عندي جوان الجوان كلها كانت بره اعارات وده صغير مصطفى ده كان في 2018 كان مش كده واحمد طارق سليمان كمان من الحراس الجيدين كمان بيتمرن مع الفريق الاول وهيبقى الحراس الجيدين واعد الاثنين دول كانوا معايا يمكن انا في البدايه انا ما كنتش شفتهم لان انا جاي من بره كنت 5 سنين غايب فلما ما شفتهمش كويس قوي لكن كان معايا افضل مدربين الحراس في مصر في الوقت ال 20 سنه اللي فاتوا في التعليم كابتن ابراهيم عبد العزيز ده من افضل مدربين صحيح. كابتن ابراهيم عبد العزيز ده عمل حاجات في النادي الاهلي عظيمه ما شاء الله لازم الناس تعرف كلها يعني وده يمكن الحراس كلها اللي اشتغلت في النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت ابراهيم عبد العزيز هو اللي دربهم هو اللي عدوهم في البدايه ابراهيم عبد العزيز هو اللي بيعمل الاساسيات كل الاجوان اللي تشوفهم شريف شناوي كل الناس دي ابراهيم عبد العزيز اشتغلوا معاه احمد عادل عبد المنعم امير الناس دي كلها ابراهيم عبد العزيز هو اللي عدهم في البدايه فابراهيم قال لي كلمه قال لي انا معايا مصطفى ومعايا احمد فانا
انا شخصيا ما بحبش اسميه شوبير، انا مسميه مصطفى، بس انا ببعده عن شوبير خالص، كلمه شوبير، لان احنا عندنا في مصر مفهوم. هو ميزه ولا عيب انه اللاعب او اي حد في مجال مختلف يبقى والده كان بيمتهن نفس المهنه يا كابتن؟ احنا عندنا مشكله في دي. اول حاجه لازم تتهم ان الولد ده مش كويس، حتى لو هو افضل لاعب في الفرقه. يعني حازم امام ابن الكابتن حماده امام رحمه الله، ما فيش حد يختلف عليه. حازم امام كان لعيب عظيم في البدايه. حازم امام اتقال عليه الكلام ده، وده العادي في مصر يعني. والولد نفسه شخصيه قويه، خلي بالك. اللي منجحه ان هو شخصيه قويه يناسب العصر في الاحترام ده، عاقل جدا، فاهم، هو عارف ان هو مش ابن شوبير حارس المرمى، هو ابن حد عادي ملوش دعوه خالص. بس هو كمان من حقه انه يفخر بابوه. لا يعني لا، ما يعني يعني انا مش شايف انه في مشكله في النهايه. الملعب او الولد فاصل، هو كمان في النادي الاهلي مفيش مجال لمجامله يا كابتن عادل. لا في قطاع الناشئين ولا في الفريق الاول مفيش مدير فني ولا في جهاز فني هيلعب لاعب. انت عارف ابوه ده حارس مرمى، ده نص الفرقه. عارف ابوه قال له ايه قبل ما اجي؟ اول ما جيت مسكت الفرقه واسال كمان لو قابلت الكابتن احمد شوبير اساله، قال له يا مصطفى جالك واحد لو لقاك مش كويس هيرميك بره النادي، هيمشيك بره النادي، لاني كم من ولاد مدربين انا مشيتهم بالامانه. صحيح. ونجومه لسه موجودين. تمام. ونجوم احنا النادي الاهلي ده وكره القدم مسرح ما فيهوش مجاملات، ولكن احنا خلينا بالزبط. نبقى عاقلين شويه، بمعنى ما ينفعش ان الولد يضغط الضغطه الكبيره اللي مضغوطه. وانا مش محتاج، انا عايزه 10 15 سنه لسه للمستقبل يا كابتن عادل. هو يعني هو راجل مواليد 2000، ده 19 سنه، لعب مباراه الترسانه. لعب مباراه الترسانه كان هايل، اول مباراه ليه من 7 شهور، خلي بالك من 7 شهور مصطفى شوبير كان بيلعب المباراه دي من 7 شهور، فرقته قاعده ما بتلعبش ولا بتتمرن، هو بيتمرن مع الفريق الاول بدون لعب 7 شهور، اول مباراه ليه مع الفريق الاول. التمرس واللعب طبعا بيزيد من اداء وخبرات اللاعب. احمد طارق سليمان برضو واحد واعد بعديه ان شاء الله كمان، يبقى احنا في الحراس عندنا بخير ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عادل. طيب هنتكلم عن الشناوي يمكن بشيء من التفصيل، بس انا عايز اخد حضرتك لحاجه مهمه واحنا بنتكلم، لانه النادي الاهلي على جميع المسارات، وهترك لحضرتك التعليق بعد التعليق بعد ما نرجع يعني، على جميع المسارات الحقيقه النادي الاهلي حريص على انه دايما ياخذ بايه فكره التعاون وتبادل الخبرات وتمتين العلاقات مع كل انديه العالم، خاصه الانديه الكبيره منها. النهارده حصل حاجه لافته جدا، انه كان في وفد من نادي سيلتا فيجو الاسباني بيزور النادي الاهلي، بيضم ماركوس الونسو مفوض البرامج الدوليه في افريقيا، وايضا دييجو غارسيا المسؤول عن برنامج الشركه الراعيه، وكمان خوان فوينتس مفوض لليغا في مصر. الزياره دي كانت بتستهدف بحث افاق التعاون بين سيلتا فيجو وبين النادي الاهلي. هذا الوفد استقبله المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج، والحقيقه احنا بنتكلم عن خالد مرتجي ومحمد سراج، فاحنا بنتكلم عن خالد بكل خبراته في العلاقات الدوليه، ومحمد سراج بينهج نفس النهج، ودي كمان ميزه النادي الاهلي، فكره تواتر الاجيال و تبادل الخبرات. خلونا نشوف هذا التقرير مع زميلنا من النادي الأهلي كريم أحمد، وأعود للكابتن عادل عبد الرحمن للتعليق على مثل هذا النوع من الزيارات وأهميتها. مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، زياره هامه جدا طبعا لمسؤولي الليغا وايضا كمان سيلتا فيجو، الحقيقه سعداء بوجودهم معانا هنا، ويمكن حديث اكيد مثمر مع الباشمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، وايضا الدكتور محمد السراج. هنحاول طبعا نعرف من ماركوس الونسو طبعا المسؤول في الليغا عن تواجده هنا وعن الزياره وعن كل الامور الخاصه به، الحديث اللي كان مع المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد السراج، بنرحب بيه طبعا في البدايه وسعداء بوجوده معانا. ابرز الحديث اللي كانت مع الاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الاداره والدكتور محمد السراج. La verdad es que estamos encantados de que un club del prestigio de la Ali nos pueda recibir. هو سعداء طبعا من النادي الاهلي استضافوهم، سعداء جدا بيهم، عارفين ان هم النادي اكبر نادي في افريقيا، نادي مستوى عالمي. هم طبعا بيتمنوا طبعا في تواصل في مصر من خلال افضل لعيبه من خلال النادي بتاعهم، يستقطبوهم في اسبانيا
لتطويرهم وعرضهم في السوق الاسباني. يمكن معروف طبعا عن سلتا فيجو تحديدا انهم مصنفين رقم واحد في اوروبا بالنسبه للاكاديميات، ويمكن ليهم جاب كبير جدا وليهم امور كثيره جدا. هل ممكن نستفيد بالاستفاده دي داخل النادي الاهلي؟ bueno para nosotros desde luego sería un gran éxito. بالنسبه لهم سعداء طبعا نكون اول زياره ليهم في افريقيا من خلال مصر، هم طبعا سعداء بشيء مثل ذلك. يحبوا طبعا الفكره ديت، عجبهم طبعا جدا، وهم من انبساطهم جدا ان هم يخشوا مصر عن طريق هنا مصر، وعندهم طبعا خلال الكانتير عندهم على اعلى مستوى فكره التطوير بتبدا عندهم بدري جدا، ويتمنى ان الشيء مش لذلك يبدا يتطور في مصر ويبدا من القاعده. من انطباعهم عن وجودهم في النادي الاهلي، ويمكن هم متواجدين في مكان قوي جدا ومكان كؤوس كبيره جدا وتاريخ النادي الاهلي، انطباعهم ايه لما شافوا هذا الامر؟ Sí, la verdad es que hemos tenido un recibimiento que desde luego no nos lo esperábamos y menos que un club del prestigio del Al Ahly pueda compartir un tiempo con nosotros para intercambio de opiniones y futuras. هو سعداء جدا، لاحظوا ان في فرق طبعا في الاستقبال طبعا، وسعداء جدا بالتعامل هنا وسعداء بدخول النادي الاهلي، ويتمنوا انه يكون في استقبال او في تعامل وفي حاجه مستقبليه يعني. يتمنى يكون في تعاون كويس جدا بيننا وبين النادي الاهلي في الفتره الجايه ان شاء الله. نشكره ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. Gracias. شكرا جدا لكم، ونتمنى لكم ان شاء الله البطوله الجايه بامر الله. مرحب بيه طبعا في البدايه وسعداء بوجوده معانا، ويا رب تكون زياره سعيده ويكون فيها ايجابيات كثيره للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا عايش في كاهيرا على طول كده، وانا مظبوط very happy to be in Ahly always all the time. انا عايز اكلمه طبعا على انطباعه بالنسبه لزيارته للنادي الاهلي وحديثه السريع مع الاستاذ خالد مرتجي والدكتور محمد سراج. انطباعه ايه بشكل عام على الزياره؟ muy bien muy bien. جميلة جدا الزيارة، جميلة جدا. الأهلي رائع، من أكثر من رائع، نادي أكثر نادي عنده معروفة. conectar al Al Ahly a un club como el Celta de Vigo que también es un زي برضو سيلتا فيجو من أفضل أندية موجودة في إسبانيا، برضو النادي الأهلي برضو تاريخ يعني اسم كبير أكيد. يمكن النادي الأهلي هو نادي القرن وبطل أفريقيا، وأكيد ممكن يبقى فيه توأم أو تعاون كبير بين الليغا الإسبانية وسيلتا فيجو وأيضا كمان النادي الأهلي. pues sería estupendo la verdad que cualquier proyecto que sea integrar al clubes españoles con clubes egipcios sería algo muy positivo. أي حاجة ممكن نقدر نعمل فيها تعاون مشترك بيننا بين اسبانيا، فرق في اسبانيا احنا على اتم الاستعداد نقدر نعمله، وهتكون حاجة كويسة اكيد. لو باخد منه معلومات على النادي الاهلي، يعني معلوماته ايه على النادي الاهلي؟ يعرف ايه على النادي الاهلي والمكان اللي احنا واقفين فيه ده بيمثل له ايه؟ لان ده مكان يعني قيم جدا لكل الاهلاويه. الاهلي para mí es el club en África más conocido, más prestigioso. افضل نادي بالنسبه للاهلي، معروف اكتر نادي، معروف واكتر حصل على اكتر بطولات، معروف في اسبانيا. como el equipo en África con más éxito. اكتر الافريقيه، اكتر فرق افريقيه معروف في المنطقه العربيه ومعروف عندنا في اوروبا يعني. عفوا مع السلامة. بنشكر اكيد اخوان طبعا المفاوض من الليغا الاسبانيه وايضا كمان من قبله ماركوس الونسو مسؤول عن سيلتا فيجو الاسباني. زياره مهمه جدا، وزي ما يمكن الدكتور محمد سراج وايضا كمان استاذ خالد مرتجي اتكلموا معاهم بشكل كبير، عارفين قيمه النادي الاهلي بشكل كبير. يمكن زي ما احنا شفنا اخوان بيتكلم عربي وقال انا هنا عايش في مصر، قيمه النادي الاهلي كبيره جدا. يا رب ان شاء الله كالعاده النادي الاهلي يفضل على طول في هذا الامل وفي هذا النهج الكبير. النادي الاهلي قيمه كبيره وكيان كبير، ان شاء الله تكون استفاده كبيره لسواء مسؤولي الليغا الاسبانيه وايضا كمان سيلتا فيجو وايضا النادي الاهلي كمان تعود عليه بمردود كبير يسعد كل جمهور النادي الأهلي. شكرا كريم على هذا التقرير، وزيارة مهمة الحقيقة. حضراتكم فاكرين يمكن نفس الوفد المشكل من المهندس خالد مرتجي ومحمد سراج، وكان معهم أيضا واحد من شباب النادي الأهلي أحمد حسام عوض مقر لجنة الشباب، كانوا زاروا ريال مدريد العام الماضي ربما في هذا التوقيت أو قبل كده بشوية. النادي الاهلي منفتح على العالم وعلى اوروبا كابتن عادل، شايف يعني النوع ده من الزيارات والتعاون ازاي خصوصا في مجال قطاع الناشئين؟ يمكن عايز اقول لك العالم كله اتغير في الوقت الحالي، ما بقاش اللي هو الايجنت او اللي هو الناس اللي بتجيب اللاعبين، بقت الصوره اتغيرت خالص. بقت دلوقتي الناس اللي هي اللي اتقال عليها، فاكر زمان لما كانوا بيقولوا في كشافين للنادي الاهلي في المحافظات في الحاجات دي، هي العالم كله بقى كشافين دلوقتي، بس بقى بعلم دلوقتي. بمعنى حتى احنا عاملين مشروع كده في مصر، يعني ان احنا بنعمل مواهب مع وزاره الشباب والرياضه في الامر ده،
ان احنا بنعمل داخل مصر داخل مصر هنا مع شركه انجليزيه وشركه هولنديه وممكن انا ماسك مدير فني فيها كده. احنا بنتكلم على نوعيه اللاعب نفسه. يعني انت دلوقتي لما تيجي النادي الاهلي لما يكون عايز لاعب من افريقيا مثلا، ما بقاش دلوقتي النادي الاهلي هو اللي يطلب اللاعب الاسم، هو بيطلب المكان بمعنى، او اي فرقه في العالم دلوقتي حتى انا عندي عجزه في ديفندر، انا عايز سيرتي باك، انا عايز باك رايت، عاوز واحد مواصفاته كده، يعني مواصفاته يكون طوله وزنه سرعته بيلعب بشماله بيلعب بيمينه ازاي بيلعب، الحاجات دي كلها اللي بيعملها دي دراسات بتتعمل لناس بيتفرجوا على المواهب علشان يلتقي. ايه الفرق بينه وبين وكلاء اللاعبين او شركات التسويق؟ الشركات التسويق هي بتجيب لك اللعيب اسم انت ما بتكونش ممكن تكون محتاجه. احنا ايه مشكلتنا في مصر؟ الكشافين بيجيب لك المواصفات المطلوبه. احنا ايه مشكلتنا في مصر يا استاذ شريف، ودي مهمه جدا، انك انت لما بتيجي تعمل تيم كوره بتعمل ايه؟ اولا اول فكره ليك انك تجيب لعيب كويس وخلاص، مهما كان في مكان ولا اتنين ولا ثلاثه بيبقوا لعيبه في مكان واحد، ممكن تجيب ثلاث لعيبه عشان لعيبه كويسه ممكن يكونوا بيلعبوا في مكان واحد. في اوروبا الموضوع يعني غير كده خالص، انت بتجيب احتياجاتك، بمعنى انا لما يكون عندي مثلا سبع لعيبه بيلعبوا على طرف الملعب وانت محتاج باك رايت او باك ليفت او سيرد باك او ديفندر، الاحتياجات دي اللي بيلبيها مش الايجنت، مش الراجل اللي بيجيب لك اللاعبين اللي هو وكيل لعيب، اللي عشان لعيب كويس ممكن ابقى وكيله فاوديه لك انت تاخده، ممكن تاخده عشان تقفل على نادي تاني او ممكن تاخده علشان انت تحتكر اللاعب مثلا، دي في مصر ده اللي بيحصل. ولكن المفترض انك انت احتياجاتك للاعب ايه؟ انا عاوز باك ليفت، ففي مواصفات انا بقول للراجل اللي هو الكشاف في الوقت ده ان انا عايز مواصفات لاعب بالشكل الفلاني، بيدور لك في انديه العالم كلها وبيشوف لك في المكان اللي يقدر يجيبه لك وبالسعر كمان، يعني انت ممكن تقول له انا عاوز لاعب بسعر كذا، لان هو عنده بيبقى عامل داتابيز يعني قاعده بيانات عظيمه كبيره قوي في جميع انهاء العالم. في موسيماني مهتم بالقصه دي، واعتقد انه يعني كنت قريت انه حصل على سيرينو بهذا الشكل وقت سان داونز، وقدر الحقيقه يجلب لاعبين لسان داونز بطريقه الكشافين في كل دول العالم مش بس في جنوب افريقيا بشكل مختلف. يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا كانت امنيتي يعني انا شخصيا لما جيت النادي الاهلي كان اهم فكره ليا كانت امنيتي انا ان انا اجيب سيرد باك ولاعب نص ملعب من امريكا الجنوبيه. يا سلام. ليه يعني دي وجهه نظري انك انت في اماكن جوه الملعب ما من الاماكن مش شكلك، يعني مثلا اللي منجح علي معلول قوي في حته الباك ليفت، رغم ان عايز اقول لك حاجه، كل اللاعبين اللي راحوا الانديه الكبيره اللي بيلعبوا مدافعين على الاطراف ما بيفشلوا تماما مع انديتهم ما عدا علي معلول. ليه علي معلول؟ لانه قريب منك، علشان كده لما تجيب سيرت باك من شمال افريقيا نفس الثقافه والفكر انت لما جبت من المغرب ما دي برضو حاجه كويسه انك تجيب سيرت باك من المغرب، لانك انت لو جبت سيرت باك افريقي مش هينجح معاك. وهات لي مره في مصر جه سيرت باك افريقي نجاح باهر مع اي نادي من الانديه، ما ينفعش، لازم واحد يكون، لان لغه التفاهم في حته السيرت باك غير نص الملعب غير المهاجم، فانت لازم وانت بتجيب اللعيب لازم تجيبه بالشكل ده، انك انت بتعرف تجيب لعيب بشكله هيتاقلم في قد ايه علشان تستفيد منه، وبالذات وانت بتجيب في الانتقالات الشتويه كتير قوي بتفرج على انديه بيجيبوا في الانتقالات الشتويه لعيبه ما بيلعبوهاش، يبقى انت جايبه ليه؟ انت لازم تجيبه يكون جاهز وبيلعب، وبتبقى مشكله كبيره نفس المناخ الفكر الثقافه طبعا كل ده عشان التاقلم كمان. اما لو انت بتجيبه في الانتقالات الصيفيه ممكن اقدر اقول لك انك انت ممكن تجيبه لو عندك فتره انتقاليه اللي هي الفتره ما بين الموسم والموسم وفتره الاعداد طويله شويه، انا هخلي اللعيبه يتاقلم مع الفرقه لكن لما تيجي انت بتشتغل في الانتقالات الشتويه لازم تجيب لعيب يلعب على طول، يكون جاهز، يكون فكره قريب من فكرك، البلاد قريبة، عادات وتقاليد البلاد بتبقى واحد شوية قريبة. عشان كده أنا بقول لك أكتر لعيبة الفترة اللي جاية دي هتنجح في الخليج ونجحت في الخليج وهتنجح في الدول العربية اللعيبة بتاعت أمريكا الجنوبية، اللعيبة اللي هي الناس اللي الفترة الجاية البيئة متقاربة يعني إحنا في السوق ده هيغزو العالم العربي الايام الجايه، لانك انت هتبعد عن اللعيب الافريقي، اللعيب الافريقي في الوقت الحالي اللعيب السوبر بس اللي بيطلع اوروبا. فاللعيب التاني بيجي يجهز عندك، الفكره بتاعت جهزانه عندك دي انتهت خلاص، لاني
الارقام بقت كبيره، فالفكره انه هيطلع بره، فاللي هيجي لك الفرز الثاني دايما صحيح. في افريقيا. عايز ارجع لمباراه الاهلي والوداد، شايف الوداد لو احنا بنتكلم عنه يعني الكلام عن النادي الاهلي عندنا وعند غيرنا كتير، وانا احبش اتكلم واحنا مش عايزين نحرق مش عايزين نقدم يعني والله يعني مش عايزين نقدم ماده خصبه كده للناس يقرونا يعني خلي بالك في المغرب بيتفرجوا على جدا متابعين طبعا انا عارف يمكن الشعب جميل لا واقول لك الاستوديو اللي فات انا نعرف ناس في المغرب كتير كلموني في ناس اتكلمت معايا بيقولوا لي انه في ممكن يستفيدوا من الاستوديوهات والتحليل اتكلموا على الاستوديو اتكلموا على الاستوديو وازاي كمان احنا اتكلمنا على فرقه المغرب حتى لما كلموني اللي هو كان ليله المباراه كلموني بعديها كلمني ناس من المغرب قالوا لي كانكم عايشين معانا في المغرب طيب فيما تبقى من وقت شايف الوداد هيؤدي ازاي في هذه المباراه وانت فاكر تشكيله المباراه اللي فاتت كابتن عادل كان عنده شويه غيابات اعتقد السنه دي المره دي هيرجع له يعني هو بدا برضا التكنواتي عطية الله يحيى جبران ابراهيم نجم الدين عبد اللطيف نصير ابراهيم النقاش ايمن الحسوني وليد الكيرتي اسماعيل حداد مرابي جبابو بديع اوك غاب عنه صلاح الدين ما لعبش المباراه اللي فاتت ما اعرفش هو لسه كورونا ولا هيلعب المباراه دي بص اللي انا اعرفه انه اول سعيد. حاجه يحيى جبران هيرجع مكانه هيرجع مكانه وانا افتكر انه يلعب بيحيى جبران وابراهيم النقاش جنب بعض علشان هيرجع كمارا ممكن يرجع تاني مكانه ودي العدله بتاعتهم دي اكتر حاجه اقدر اقول لك ان هم هيفضوا بديع اوك وهيفضوا اسماعيل حدادي للحته الهجوميه مع كاسونجو ممكن يلعب كاسونجو هيبدا المباراه يمكن بدا فهيبدا المباراه كاسونجو ايمن الحسون هيبقى من تحتيهم فانا انا اعرف ان هو ممكن يلعب هيغير الطريقه هو لعبها هناك 4-1-4-1 اللاعب يحيى جبران نزلوا حته الليبرو دي كانت الثغره اللي لعب عليها علشان كده لاعب ابراهيم النقاش ده من افضل لاعبيهم ولكن كبير في السن وحركته بطيئه شويه ولكن كان حاطه صداده ما بين السرد باكين وما بين نص الملعب فكان محولها 4-1-4-1 حتى بديع اوك كان مفضيه لحته الهجوم عبد اللطيف نصير ده كان من الناس اللي بيهاجموا كتير قوي المباراه اللي فاتت ما هاجمش خالص يمكن اللي انا عايز اقوله لك ان هو هيشتغل على تقسيم الوقت بتاع المباراه هيشتغل على في البدايه مش هيضغط هو مش هيضغط في البدايه خالص لان هو مستني يستكشف النادي الاهلي بيشتغل ازاي افتكر ان النادي الاهلي بالتكتيك بتاعه هيجبر الوداد هيلعب ازاي لان الوداد لو نزل ضاغط من البدايه وعاوز يضغط على النادي الاهلي افتكر انه يبقى ادانا فرصه كبيره صحيح. وانا مش عايز اتكلم خطوط مفتوحه وانا مش عايز اتكلم على 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 طريقه النادي الاهلي او النادي الاهلي ممكن بفكري انا بتكلم على فكره انا وممكن يعني الموضوع يبقى قريب شويه انه دائما وانت مخلص الماتش يعني هديك تاريخ بس بسيط كده يمكن عندنا مباراه فاينل افريقيا برضو كنا مع افريكا سبور هناك اتعادلنا 1-1 وكنا بنلعب طريقه دفاعيه هناك واحنا بنلعب في ساحل العاج لما رجعنا في مصر لعبنا بطريقه دفاعيه نفس الطريقه الدفاعيه بتاعتنا علشان الفرقه امننا وكسبنا لانه جول في مرماك يكلفك كتير وكسبنا انت نتيجتك 2-0 نتيجه جميله جدا ولكن في نفس الوقت النتيجه 2-0 مع الفرق اللي هي بتستهين شويه ممكن تبقى قريبه جدا صحيح. لانه الجون بيجي في ثانيه فعلشان كده انا بقول لك طريقه الوداد هتبقى على مراحل مش هيرمي تقله في البدايه هو صحيح. يعني بلغه الكره مش هيلعب قمار يعني في البدايه هيبدا بسيط هيبدا بتوازن هيقسم وقته في اللعب هيديها درجات ممكن يقسم الشوط على فترتين ممكن بقى من الشوط الثاني هو اللي يحصل عشان كده انا بقول لك الشوط الاولاني النادي الاهلي لعب كويس وامتص الوداد اقول لك النتيجه هتكبر والاهلي هيجيب اجوان كتير ان شاء الله كل التوفيق لبيتسو موسيماني وجهازه الفني واللاعبين انه يكون في يومهم ان شاء الله ويحسنوا التعامل مع هذه المباراه وجول مبكر كده يريحنا ويخلص يعني احنا متفائلين بس مش عايزين افراط كجمهور في هذا التفاؤل عشان نتعامل مع المباراه كما ينبغي لها انا سعدت جدا بصحبه حضراتكم بشكركم على ان انتم الحقيقه يعني صاحبتوني خلال 60 دقيقه اللي فاتوا
بشكر ضيفي الكريم اللي انا سعيد به جدا، لو واحد من ابناء النادي الاهلي المؤهلين علميا وبيتسم ايضا بخلق رفيع، كابتن عادل عبد الرحمن. شكرا جزيلا كابتن عادل. انا اللي بشكرك وسعيد ان انا معاك، ده حقيقه وانت اضافه كبيره. ربنا يخليك كابتن عادل. بكره ان شاء الله حلقه جديده من برنامجنا البيت الكبير، بالتاكيد هتسعدوا بزملائي. احنا خميس طيب في مباراه بكره، يبقى ما بيكونش عندنا زي ما احنا متعودين يكون في استوديو تحليلي ليله المباراه، وكمان يوم المباراه ايضا مش هيكون في بيت كبير، يبقى الحد ان شاء الله لو كان في العمر بقيه زملائي الاعزاء يسعدوا بصحبه حضراتكم. تصبحوا على خير.